اهلا وسهلا بكم في قلب مفتوح. رحب بكل من يسمعنا على ام بي سي اف ام، وايضا يشاهدنا ويسمعنا على منصه شاهد وبي سي راديوز، وايضا حساباتنا على تويتر وايضا قناه وناسه اللي يرافقونا في البث الفضائي. ضيفنا اليوم ضيف مميز موجود من قبل، لكن رمضان هذا شاهد ولادة نجم سعودي جديد شامل إذا جاز التعبير. يعني أول شيء هو معطيني طاقة بدون ما يشعر، طاقة شبابية. هو مواليد 1999، أنا بدري خليه يروح بيتهم ولا كيف أتعامل معه اليوم. ضيف أثار دهشتنا وانتباهنا في رمضان. هو أول شيء موجود على منصات التواصل الاجتماعي، لا في انستغرام ولا في سناب، وقليل من تويتر. يعني هو لما نقول فنان شامل، يعني هو يمثل، هو يكتب، يعزف، يغني. لفت الأنظار هذه السنة في مسلسل أوريم، هو ناصر اللي أحد يعني أبطال المسلسل. حظي هذا العمل بمحبة كبيرة من الناس، بدعم بشبه توافق عليه. اليوم ضيفنا رغم انه مواليد 1999 الا بأذلك انا الا انه يعني ليس ساكنا، يعني بمعنى انه عنده اسئله كثيره حتى من قبل، عنده حتى دخل في نواحي فكريه في تفاصيل. اكيد امه هي مبسوطه اليوم باللي وصل لك، انت تعبها والوالد وكل شيء. ف ارحب بضيفي اللي انا افخر فيه واللي انا شايف فيه مستقبل رائع، الفنان سعد عبد العزيز. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا ومرحبا، الله يسعدك. شكرا. بغض النظر عن التهزيل اللي في البدايه، بس مره مبسوط اني معاك، وان شاء الله ان شاء الله نطلع بحاجه رهيبه باذن الله. لا بنطلع باشياء حلوه اليوم. وشفت اكد يا سعد ان اليوم احنا كلنا سعداء فيك، والحلقه هذه كذا احتفاء، يعني ما انه في 21 بدخل على 22 من رمضان، والعمل خلاص صار معروف عند السعوديين وفي الخليج ترى حتى وعربيا، ومشاهداته الحمد لله عالية جدا. فاليوم كان يعني بنحتفل فيه قبل الناس. زفة بالمعنى بالمعنى الإيجابي. خلينا نسمع شيء وبعدين نكمل. ماني حاسس بشيء ولا أني قادر أفهم مشاعري، يمكن عشان كل شيء صار بسرعة، ولا يمكن عشان هذا أثر الصدمة الأولى. ماني أنا اللي تعرف، ماني أنا، وكل شيء أهواه ما يسوى العنى. أشيائي اللي أحبها وبعدها مقوى، وأبويا شايف حلمي ما يسوى، يقول لي مستقبلك مكانتك ما بين كل الناس لعبة. كل اتجاهاتي كثير، هل يا ترى جنحان أحلامي تطير؟ أشيائي اللي أحبها وبعدها مقوى، وأبويا شايف حلمي ما يسوى، يقولي لي مستقبلك مكانتك ما بين كل الناس العامة. الله الله الله، ما شاء الله، من ذا ولده ما شاء الله. الكلام كلامك؟ لا
اي كلام مين والحن مين؟ الكلام والله اني ناسي بس مشاعر على لساني بس اني ناسي. لكن الحان راشد محمد الاغنيه بالكامل كانت بشراف عبد الله الحسين. فكانت كلها يعني عبد الله شارك معكم في حلقه اي حلقه 14 تقريبا. هو موسيقيا مجنون صراحه. لا رهيب عبد الله يعني غريب انا ما ينشبع منه يعني اي حاجه تطلع من وراء عبد الله رهيبه. جميل انه وجه له تحيه الحقيقه. العمل وانا اسمعه قلت هذا خط ثاني يعني لك جمهور مختلف. وقعدت مثلا اشوف الظواهر الجديده الفنيه يمكن انت متابعها مثلا لما نتكلم عن الفرق الكوريه بيتلز والفرق الثانيه. لما جيت ليش حبوها هذه الاجيال من شعوب كثيره لقيت الكلام والموسيقى بعدين يجيك اشكال الناس واعمارهم ولكن الكلام كان فوكس على المراهقين الصغار يعني انت متكلم عن ابوي واحلامي وكل التفاصيل. انا اعتقد حتى لو تدخل ذا السكه حتى رومانسيا بس تطلع بس بطريقتهم ذا هذه هذا مكان انا اعتقد انه ما حد ملأه لليوم. ايه تقدر تطلع منه بقصص مره كثير. مره تقدر تطلع منه باشياء مره كثير. سعد خلي اليوم البساط احمدي وانت اليوم ما ابغاك احملك مسؤوليه. ولكن يعني انت اليوم ملهم الكثير من المشاكل وراح تكون ملهم اكثر في المستقبل وبالتالي يعني عليك مسؤوليه بس هذا لا يعني انك ما تكون طبيعي ما يعني انك ما تعيش حياتك في النهايه. سعد انت تخرجت من الثانويه كان عندك في افكارك تزاحم احلام وافكار وعندك املاءات اسريه واجتماعيه. ادخل ذا التخصص اطلع من ذا التخصص كيف ادرت هذه الفتره؟ انا لما تخرجت من الثانويه كنت امي كانت تقول ادخل قانون. ما اعرف ليش بس امي كانت تقول ادخل قانون انه يمكن يفيدك في مجالك انه ما ادري ايش اذا احد بيرفع عليك قضيه تكون انت عارف ما تذكر اسم احد. ف بعدين فكرت قلت يعني قلت في احتماليه اني ادخل ادرس تسويق بس عرفت لما يكون في اكثر من فكره انه هل ادرس هذا وش الشيء اللي ادرس اعلام. هل عشاني انا مثلا بالميدي هل ادرس اعلام هل هو قريب للشيء اللي انا احبه. اكتشفت انه 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 يعني اقدر اني ما اخذ الخطوه هذه الحين يعني قلت انه اقدر ادرس عن الشيء اللي انا ابغاه كتمثيل او يعني السينما بشكل عام. احنا ما عندنا جامعات بالسعوديه يمكن وزارة الثقافة فتحت حاجة جديدة الحمد كويس شيء مرة كويس. لا وزارة الثقافة عاملة شيء رائع جدا يعني حاجة رائعة انه في موسيقى ومسرح وتمثيل فلكن ذاك الوقت ما كان في شيء موجود فكنت افكر انه هل راح ابتعث يمكن ادرس برا فما اعرف يعني قلت انه يعني قلت بخليها بعدين يعني لاحقين عليها. طيب كيف اقنعت محيطك انك ما ابغى ادخل جامعه؟ الصدق يعني انا اسف يما اثبتت لامي انه هذا الشيء ممكن انه يكون شغل. انه مو تسليه بس مو بتسليه لا يكون شغل اقدر اطلع منه بمردود مادي واقدر اشتغل هنا اقدر اطور يعني مهارات الاجتماعيه. فكانت بدأ أول سنتين ما كانت راضية بعد ثاني سنة لأنه أول سنتين كنت أصقع بجدران ما كنت أعرف وش أسوي. بعد سنتين يعني صار في ثمار زي ما ينقال فكنا هادت فصارت بس تقول الجامعة وأنا أقول أوكي فتقفل الموضوع على طول ما تطول بالموضوع. طيب ارجع لي على السنتين هذه اللي فيها تخبيط. اول ما تخرج انت اساسا قبل كنت غازل المجال لما كنت في الثانوي؟ ايه. كيف؟ انا عندي حسابات يعني كان عندي حسابات يعني بالسوشيال ميديا من ايوه لما كنت ادرس. بعد ما تخرجت قلت لازم اجرب شيء يعني شيء حقيقي فرحت وقعت مع شركة انتاج انه برودكشن فما كنت مره يعني كنت مره ما اعرف حاجه في المجال مجال صناعه سكتشات او افلام او وات ايفر ما كنت اعرف انه كيف الطريق فجربت كل شيء يعني جربت اكتب جربت افك اضاءه واركب اضاءه
جربت احيانا كنت ممثل وامسك صوت في نفس الوقت، المشهد اللي انا امثل فيه امثل فيه، المشهد الثاني راح امسك صوت. فممكن السنتين هذه عطتني خبره انه 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 خلاص انا اعرف وين اروح او اعرف الغلط والصح. فهذه كانت السنتين تقريبا. هذه ما بعدها اللي هي الفتره اللي طلعت ورحت انت وسويت مكتب انت واصدقائي لك. ايه سويت وتقطيته بالفين. سويت كنا سوينا في البدايه لما طلعت من الشركه هذه تقريبا قعدت فيها سنتين او سنه ونص. طلعنا احنا يعني كان في كم شخص من اصحابي كنا قلنا خلاص احنا نبي نسوي شركه، وطلعنا لها اسم وسوينا لها طبعنا بزنس كارد. انت تطبع البزنس كارد قبل الشغل؟ قبل الشغل. ف اخذنا مكتب في الشمال وفي بلكونه. كنا نجمع القطه كل واحد 2000، كان عددنا ما ادري 8 شيء زي كذا. فشل المشروع يعني من البدايه. لسه ما دا شغل فشل يعني، ما كان كل واحد من الشباب عنده يعني عنده هدفه، فاللي طلع توظف اللي كذا. فبعدها بسنه نفس الشيء، انا رحت فتحت مكتب بفلو يعني من مالي انا الخاص، مو انه يعني قدرت اشتغل واجمع كم قرش وفتحت مكتب. كل شغله كان بس في 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 في, في التمثيل وفي ال... ايه ما اشتغلت اي شغله ثانيه؟ لا كنت ناوي انه افتح حاجه اسمها يسمونها كرييتيف ايجنسي، اللي هي تكتب افكار الاعلانات. فما نجحت التجربه، لكن استفدت منها مره يعني مره كثير. عرفت اسعار الافياش، عرفت اسعار السباكه. ايوه حلو ممتاز. مرحله بناء. اي مرحله بناء. طيب هذا لما فتحت المكتب ولا قبل؟ هذا لما فتحت المكتب. ما مشى الحال بعد؟ ما مشى الحال لا. طيب وبعدين؟ بعدين يعني بديت اشتغل انه امثل باليوتيوب مع الشباب في تلفاز 11. كان عندنا برنامج، كنا ننتج برنامج، احنا 3 اشخاص بس، كنا ننتج برنامج باليوتيوب اسمه اما بعد. كنا 4 اشخاص عفوا. فأربع أشخاص، إحنا اللي نصور، إحنا اللي ندبر لوكيشنات، إحنا اللي نكتب، إحنا اللي نصور يعني، وفيصل هو اللي يقدم. فكنا كلنا نتشارك بهذا الشيء، ولا كان في يعني ما كان في مردود مادي، كنا بس قاعدين نسوي لأن إحنا قاعدين نحب ذا الشغل، ما كان في مردود مادي، ما كان في فلوس تجينا. فتقريبا سوينا موسم 10 حلقات تقريبا. بعدين اشتغلت مع الشباب تلفاز، طلعت بكم سكتش. هذا غير الاشياء البسيطه اللي بانستغرام سكتشات. بعدها جاء اوريم. اوريم كيف جاء؟ اوريم كلمني واحد من اصحابي، قال في شركه معينه يبغون يعني يبون يسوون لك كاستنج، يسوون لك تجارب اداء. فاخذوا رقمي، كلموني الاستاذ اسامه الخريني يسلم عليه. فرحت وسويت تجربة أداء. كان أول مرة، كان الموضوع شوي مربك إنه أول مرة يعني. بالعادة كل شغلنا مع الأصحاب، فأنا ساعد عندنا سكتش، عندنا مدري إيش، ما في تجارب أداء. فكانت أول مرة أوقف قدام كاميرا إنه تجارب أداء، قل اللاين اللي من الصفحة الفلانية، عطني رياكشن كذا، عطني رياكشن كذا. بعدها بأسبوعين كلموني الحمد لله، قال إنه إن شاء الله خلاص الدور لك الحمد لله. أوكي. وكنت اخذت الموضوع اخذته بجديه مره. اول واحد رحت قلت لامي انه الحمد لله ان شاء الله بيصير حاجه كويسه، فالحمد لله. كان الاجر كويس؟ الحمد لله. هو المهم مو الاجر، المهم الشيء اللي راح يطلع. لكن اي بس حاسكم كورونا شوي. اي ايش انعكس عليه سلبا؟ كورونا احنا تقريبا قاعدين نصور شهرين. آخر شهر كان بعد ما جاء كورونا، فتبهذلنا من ناحية النص كان فيه مشاهد خارجية، فاضطرينا أن نكنسل نروح نكتب أشياء جديدة داخلية عشان ما ممنوع برا حضر تجول، قاعدنا نطلع تصاريح. ال- 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 الناس اللي يشتغلون بالستاف الكرو قل عددهم عشان المخالطة. فبس الحمد لله يعني كان جهد يعني زيادة علينا نطلع حاجة كويسة بإمكانيات أقل. نعم. الناس شوي عتباني عليكم إنه الوقت قليل جدا. هذا بسبب كورونا ولا هي الحبكة كذا؟ لا هذه من يعني من هو كذا كان المسلسل إنه هو يكون 10 دقائق. فلا ما له دخل كورونا.
ما كان لعب. طيب المرات اللي الفنان عادة في المجتمعات العربية والخليجية تحديدا حياته ما هي سهلة لما يأخذ هذا القرار، وانت طبعا أخذته في عمر صغير، الوالدة كانت سند يعني لك، رغم أنها الله يطول عمرها، رغم أنها يمكن كان عنده تحفظ شوية، الجامعة عنده مهمة اليوم. الأسرة كيف تعامل؟ إيش المرحلة اللي كانت صعبة يمكن لو ما قاومت كنت في مجال آخر اليوم؟ المرحلة صعبة من ناحية العائلة قصدك؟ اي مرحلة صعبة عليهم؟ عليهم وكمان عليك انت، انك كنت ممكن تاخذ قرار توقف من هذا المجال وتروح مجال ثاني. اكثر حاجة كانت لما كان في يعني انا صار عندي مناعة. يعني مع الوقت صار عندي مناعة انه الناس اللي تسبوا، يعني صار عندي مناعة انه عادي، ما يعني ما الشيء ذا ما يجرحني مرة. بس احيانا توصل للقذف وزي كذا، فاهلي كانوا، ما امي مره كانت تزعل، فمره كان يزعلني الموضوع انها تزعل، يعني اكثر من مره قررت اني اوقف بس عشان امي. فبس هذا الشيء الوحيد اللي هذا، امي الحين صار عندها مناعه الحمد لله، يعني احسن من اول. هي الوالده تعاملت كل ما نجحت كل ما ارتاحت، لكن لا زال عندها موضوع الجامعه هذا مهم. اي اكيد اعطيتها انت ابره التخدير، قلت في ابتعاث. إيه قلت إن شاء الله في، يعني راح أدرس، أنا راح أدرس جامعة بس مو الحين. طيب في عروض جت من خلال بعد وريم؟ عروض قصدك كمسلسلات وأفلام؟ لا بعد وريم لا إلى الآن لا. قبل وريم إيه كان فيه، بس بعد وريم ما أدري، هل يمكن سبب كورونا؟ إيه الناس شوي، الناس كل واحد في بيته شوي. مش إيش أصعب يعني أصعب مرحلة مرت عليك أنت يعني في بعد ما تخرج من الثانوية لين وصولك لأوريم؟ أصعب مرحلة ما يعني هي ما في مرحلة معينة هي الصعبة، هي كانت كلها صعبة. بس بمستويات مختلفة، إنه لأنه أنا كنت معتمد على نفسي من زمان، يعني حتى ماديا أنا معتمد على نفسي. فكانت بس هذه المرحلة الصعبة، انه انا كيف في نفس الوقت انه هل الشيء اللي قاعد اسويه قاعد يجيب لي مردود مادي، او يعني هل هو المرحلة الصعبة انه اللي هي فترة انه هل احدد ان هذا الشيء راح يكون شيء رسمي لي، ولا بيكون كم سنة وبترك بروح بتوظف. فهذه المرحلة. تعبت الوالدة كثير من ناحية كل نواحي؟ اي اكيد، يعني انا اسف بس. طيب نرحب في الوالدة، والدة سعد عبد العزيز هيلا الرشيد، مساك الله بالخير أم سعد. هلا مس النور، هلا فيكم. شكرا أنك معنا، وشكرا لك أنك أهديت لنا هذه الموهبة اللي أسعدت السعوديين كلهم. الله يحييك. أبدا، ولدكم والله. الله يسلمك أم سعد. وش تقولي لسعد اليوم؟ وقولي لنا أشياء كذا تعبك فيها اليوم، فضفضي يعني خذي حقك، وبنفس الوقت أبرز المواقف، أبرز سلبيات سعد اللي ودك إنه يتجاوزها. والله أنا أحس إني لو بتكلم تكلمت كثير، يمكن حتى وقتكم انتهى وأنا ما خلصت. لا خذي راحتك، البرنامج كذا أنا يمكن أختصر في أشياء معينة. نعم. أول شيء أسلم على ولدي سعد. الله يسلمك يا حبيبي. منور حبيبي. الله ينور. بعطيكم من سعد شوفوا، أنا راح أعطيكم عنه أسطر بسيطة. طبعا. سعد مو فقط يعني ابن. يعني ما كان سعد بس ولد لي، كان أخ وكان صديق، وكان ترى بعد الله سبحانه وتعالى كان سند، وكان ظهر حتى في سن صغيرة. وسعد ترى إنسان صبور على فكرة، يعني قليلة يعني في حقه لو أقول إنها هو اللي خليني أشوف الحياة يعني منظر أجمل. نعم الله يطول بعمره. يعني أحيانا ودي إني أتكلم مع سعد كذا، لكن المشاغل أو جلسته معاي، لكن الحين ودي أن أتكلم أسمع العالم من هو لدي سعد. يا ليت، تفضلي. فكلماتي الحين أحاول أني صراحة أني أقاوم حتى أقاوم أقاوم حتى أن الدموع ما تخنقني، وأني أكمل معاكم اللقاء إلى نهايته. لا أم سعد، وش الأشياء اللي تعبك فيها سعد؟ يعني
شيء طلبت يا قرار طلبت يا وعدك وما نفذ، في شخصية سعد أشياء كذا مجنونة كيف تحملتيها؟ شوف سعد، يا سعد ما تعبني كثير صراحة، يمكن مر في مرحلة المراهقة شيء بسيط، وكنت أنا ترى أنا من الأمهات اللي جدا قوية وحريصة جدا على عيالها، يعني أنا جدا وراها حتى لو على الكلمة، ويعرف أنا أحاسبه حتى الكلمة، لو أسمع أي شيء في سنابه أنا أتصل عليه على طول. فأنا حرصت على هالشيء لأني أنا أبغى ولدي يطلع كذا وإخوانه، عرفت؟ المجتمع المجتمع ما راح يكون نصير لك، ولا راح يكون، لأن المجتمع ترى أفكار، يعني أفكاره كثيرة، نظرتهم تختلف من شخص لشخص، فيه ناس عندهم وعي وعندهم فكر، فيه ناس لا، فيه ناس عندهم استعداد يظلمونك سنوات ترى، وهم ما هم بعرفين وش القصة. صحيح، جميل جميل. اي فيه ناس كذا، فيه ناس على قولتهم معلش المثل مع الخيل يا شقرة، نعم، بدون ما يتحققون يعني من بعض الحقائق أو من بعض الأشياء اللي تنكتب عنه في تويتر أو تنكتب عنه أو ينقال عنه في أي منبر مثلا. فوش الوعي اللي عند الناس أنهم يحسبون هالمشهور أو هالشخص ما كان عنده عائلة، ما كان عنده أم، ما كان عنده أخوان، يعني الواحد ما يحاسب حتى على كلامه أو على أي حرف يكتبه، عنده استعداد أنه يقذف بكل سهولة، عنده استعداد انه يسب، انه يشتم، انه حتى يصور صوره، يشوه صوره اي شخص. نعم صحيح. جدا يعني كان كنا يعني منغلقين على انفسنا، وكنا مثلا كعائله، لكن بعد ما شفنا المجتمع وبعد ما خلطناه عرفت ان فيه اشياء تخوف في المجتمع، اشياء لازم انت تكون حتى حريص، انت حتى يا خالي تتعرض الاشياء، انا اتعرض، هذا يتعرض هذا، والناس والعالم والمجتمع مهب يعني على وتيرة واحدة. قليل أني ألقى ناس مفكرين، قليل أني ألقى شخص واعي يتكلم بوعي، أنبسط لما أشوف أحد يتكلم كلام مقنع أو كلام منطقي. فهالشي في البداية كان أثر علي صراحة، يعني مهما كان أنا عندي بنت، أنا عندي أبناء، أنا عندي الخالط الناس، الخالط المجتمع، لكن هذه رسالة مني للمجتمع اللي إحنا فيه، لأن إحنا منكم وفيكم. نعم. أنا والله مساعدة أهنيك على هذا الوعي، وهذه نظرة مهمة ونظرة تحليلية للمجتمع، معك حق. لكن خليني أخلي ياما يعني معليش، يعني ياما أنا شفت، ياما سمعت، ياما كذا، ما انجرست ورا هالأشياء. صحيح. ولا قعدنا يعني نأكد هالشيء، أنت يعني دينك، أنت كمسلم إيش أمرك فيه إسلامك ودينك؟ بس أنا بقول لك شغلة، الأدب، نعم، التربية. بس مسعد لازم يعني مناعتك تزيد مع الزمن، لأن كل ما نجح سعد كل ما كان التحديات أكبر وكل ما كان الهجوم أكبر. هذه أنا معه، أنا إيه؟ عشان كذا أنا مع ولدي في الحلوة والمرة. نعم. ومهما جاء شخص أو تكلم أو قال في ولدي، فهو لو يفكر أني أنا كأم ما أتمنى أني أكون يعني بين إنسان وبين المضرة إلا عيالي، إلا ولدي. الله يحفظهم لك. طيب. أكون بينه وبين المضرة. هالشيء. الله يبعد المضرة عنك. الله يبعد المضرة عنكم. سعد، إحنا اليوم ما ودنا نبكيك، إحنا ودنا تفرحين، ودنا نسمع ضحكتك. لا أنا فرحانة في سعد. وسعد أنا مثل ما قلت لك يعني كان سند وظهر. لا ونعم. وكل شيء في حياتي أنا. نعم. يعني هالشيء طيب. يمكن ما يعرفونه الناس، ويمكن ما يشوفونه، يمكن ما طلع لهم في السناب، كان يطلع يعني مثلاً كان شاب بسيط وكان يتسلى وكان يغني وكان يطقطق، هذه حركات الشباب العادية اللي في بيوتنا واللي في بيوت الناس اللي أحيانا بعض الناس يستغربها. أنا كنت شديدة في البداية، لا يا ولدي لا تسوي كذا، لا تقول كذا، لكن وبعدين صحيح، لا كل يعني الأشياء اللي طبيعية بالعكس، وبعدين الموهوب سعد. أنا بس إيش رأيك أنت في تجربة أوريم؟ كيف ردت فعل الناس عليها أنت من خلال ما يجيك اتصالات تقابلي الناس مثلا، مع أنه الدنيا في حجر، بس يعني في الأوقات اللي فيها سماء؟ في نوعين صراحة من الناس، إحنا أصابعك ما يبسوا. نعم. الناس اللي قلوبها صافية بتبارك وبتقول العمل جميل، ولو شافوا أي شيء فيه شيء ما يعجبهم بيقولون هذا مساعد ما يصلح، هذا كذا، هذا كم، أوكي أنا أتقبل هالشيء وبصدر رحب حتى التعليقات اللي أنا أقراها. لكن لما يجي مثلا نقد فيه أو شخصيا ناقد وكلام يكتب فيه، أنا أقول لك الآن ترى أنا ما سامحهم،
والله أنا ما سامحهم. يعني إحنا مو مسألة ضعف منا ولا مسألة يعني إحنا كمسلمين ما إحنا بالمتبكين أو الضعفاء. أنا من حقي يعطيني ديني إني أسامح أو لا. لما أنت تقذف ولدي فعلا منك تقذفني أنا وتقذف عيالي الثاني، تضرنا كأسرة في المجتمع. يعني لا تحس بأن إحنا مثلا جدران أو ما نحس، لا نحس. نعم. يعني شيء يؤلمنا. أنت كيف تكتب وتنام؟ كيف يعني يجي لك مشاعر أو كيف ما ينبك ضميرك أنك أنت تكتب كلمات وعادي عندك الوضع؟ هذه المصيبة، هذه المشكلة. نعم. أنا عموما لكن إحنا وكلناهم لله رب العالمين. هو العادل، هو العادل في هالشيء. بالنسبة فأنا أقول لك فيه أشخاص وفيه ناس فعلا يعني شجعون. أول شيء ترى قال لي سعد على العمل. إحنا كنا كمجتمع إحنا ضد يعني التمثيل. ليه؟ لأن المجتمع ينظر له نظرة سلبية. تبي الصدق؟ لأن أول ما بدأ التمثيل أو الفن وكذا بدأ بأشياء سلبية. فقلت له أقرأ العمل زين، شوف أطلع عليه، فيها أشياء بين السطور، فيه أشياء تسيء للدين، فيه أشياء فاحشة. ولدي لا معليش، إحنا بنطلع بشيء جميل. إذا بتطلع اطلع بشيء جميل. حتى الأدوار اللي كانت تعرض له تنتنى أقول له ما تطلع إلا بدور رئيسي. المادة مي مهمة، لكن لما تجي بتطلع للعالم لازم يكون دورك فيه رئيسي. عشان كذا كانت تبغى تشتغل معانا، عرفت؟ تبغاني أقاضي الناس. إيه قبل تبدأ قاضيهم قبل تبدأ. لا أنا 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 أبغى أنا بالنسبة للعمل أو الجامعة يتخصص في شيء يفيده، يعني يتخصص في شيء. أنا شوف غرست في عيالي إنهم يساعدون الضعيف، يجبرون الكاس المكسور. فالمحاماة جميلة ترى، المحاماة. ترى سعد إذا نجم أكثر مستقبلا وانتشل واحد موهوب من منطقة صعبة وقدم الناس، هذا إنقاذ إنسان ترى. يعني الإنقاذ مو هو بس ممكن يقدم رسالة حلوة جميلة، ممكن يتكلم عن الناس الشباب اللي السنة. نعم ممكن، ترى ممكن يوصل. طيب خلي أنا يعني أم سعد، أنا ودي تعطيني أغرب موقف بينك وبين سعد، أو أطرف موقف أو شيء تتذكرينه، أو لزمة عنده صغير. والله شوف كان هو صغير كان أي يشوف أي أحد يرحب فيه. نعم. وكان اجتماعي يعني بكثرة. والحين يعني هذا اللي كان فيه حتى الآن والله إنه اجتماعي ومحب، بس إنه شوي يعني مع مخالطة للناس وكذا. يعني شوف الإنسان ما يولد وهو عارف وفاهم كل شيء أبدا. لا بد ينجرح، لا بد ينصفع، لا بد يطيح، لا بد لحد ما خلاص. طيب على طاري الصفعة، قص صفعتي. إيه. شوف أنا بذكر بموقف. إيه. أنا كنت معصبة مرة وكنت في موقف صعب، فكان هو قدامي وعطيته كف وحضني. يعني عادة الأولاد لا خلاه. فعلا كان في ناس يقولون لا اتركيه، وهو وقف قدامي يقول اضربيني أخذي راحتك، أهم شيء إن أمي تطلع اللي فيها. فأنا وقفت يعني جمت صراحة، ما قدرت. أنا عطيتها كف ووقفت من كلامه، لأنهم كانوا يبعدوني عنه وهو كان يقول تركوها يعني خلوها تأخذ راحتها. أنت عاد صدقيني إن شاء الله هديك سكتي كف يعني كان رحمتي. لا هو كان في موقف صاير في العائلة وكذا، وكنت فعلا مضغوطة مرة. هذا تكتيك، هذا تكتيك إني أقول لك اضربيني كملي عشان توقفين تنصدمين من الموقف تحسبيني صادق. لا حبيبي أنت صادق. شوف ما يهرب يعني مثلا لما أنا قابله بشيء، وما عمره هرب سعد. يواجهني ويتكلم معاي، وكان حتى صديق. أنا كنت أفضفض له وأقول له كل شيء ترى. فكان سعد أقرب يعني شخص لي. الله يخلي لي وإخوانه. الله يخلي لك وإخوانه. شكرا لك هيل الرشيد أم سعد، ويعني والدة نجمنا سعد عبد العزيز، على مشاركتك وعلى دعمك. سعيدة أني أنا شاركتكم الليلة. الله يسلمك. ومشكورين وفعلا كان عندي شيء في قلبي وطلعته لعله يعني يوضح للناس. لا واضح. الله يسلمك. يسلم. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. الله يعافيكم. هلا بك. هلا. اتصال عزيز علينا كثير. الله يحفظه لك. نبغى نتكلم عن الوالدة شوي بس بعد الفاصل. فاصل ونعود. اهلا وسهلا بكم من جديد في قلب مفتوح. سعد عبد العزيز قلب مفتوح اليوم. هلا وسهلا فيك. هلا حبيبي. رحب بكل من يستمع لنا عبر ام بي سي اف ام، وايضا من يشاهدنا يستمع لنا عبر منصه شاهد وعبر ام بي سي ريديوز، وايضا عبر حساباتنا على تويتر ام بي سي اف ام، وايضا قناه وناسه بث فضائي.
أيضا نرحب باتصالاتكم على 011-2684-4488 011-2684-4488. كانت الوالدة هيلا الرشيد معنا قبل. إيش تقول الوالدة؟ والله ش... ما أعرف كيف أوصف ذا الشيء، بس أمي بالنسبة لي يعني أقوى 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 امرأة قد شفتها بحياتي. مرة إنسانة عظيمة ومكافحة يعني على الأشياء اللي مرت بحياتها، وأنها وافقت بين التربية والظروف، يعني يعني الله يخليها لي إن شاء الله. إنسانة عظيمة إن شاء الله. دوم الـ 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 الكتابة في العمل لمست الناس، لأنها مثلا خصوصا جيلك واللي أصغر اللغة والكتابة قريبة منهم. هل هي ورشة أنتوا شاركتوا فيها كلكم؟ هل كل واحد عدل على النص حقه؟ هي الكتاب أحب أسلم على الكتاب عبد العزيز مغربي وعبد الله ظهران، وبرضو عبد الله بمجبور، يعني كلنا تشاركنا بالورشة الكتابة. كان في ورشة كتابة، فكنا قاعدين يعني نحاول نركز على الشيء اللي الطبيعي أكثر، مو ما أدري إيش أسميه، مو بالمستهلك أو المصطنع أو المصطنع. نحاول نسوي الحوار بيننا بدون ما نقرأ الورق، فنشوف وش الطبيعي بعدين نشوف. جميل حلو. هذا بالنسبة يعني لللاينات، لكن بالنسبة للأفكار الرئيسية اللي يعني الكتاب الله يعطيهم العافية يسوي حاجة رهيبة. أنت عدلت يعني شخصيتك الخط ناصر، أنت كتبت فيه سويت فيه شيء؟ أيوة أكيد. في يعني في أحيانا لما نكون يعني بالست يكون مثلا يكون مثلا في عبارة مو مناسبة للموقف، يعني حنا كتبناها مثلا أو انكتبت قبل لا يكون الموقف، فلما جينا للواقع طلعت مو راكبة، فأحيانا عادي نغيرها إنه نجيبها بصيغة ثانية، بس أهم شيء إنها ما تطلع عن الفكرة الرئيسية. عشت حالة صراخ المخرج عليك؟ إيه. أي مشهد؟ عبد الله عراك سلم عليه حبيبي، كان في مشهد عراك رهيب، يعني مر يعني كنا نجي الصباح نشغل أغاني لين 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 نبدأ نصور. كان في لقطة، كان في مشهد إنه كان لازم أبكي، فدخلت نفسي في المود تقريبا، قعدت 20 دقيقة دخل نفسي في المود. بعدين لما 3-2-1 أكشن بدأ المشهد، طاحت الإضاءة اللي بالسيارة، فطاحت الإضاءة بيسوون ريسيت بيقدروا يركبونها ربع ساعة، فأنا تنرفزت لأني طلعت من المود. فجيت مرة ثانية أبغى أدخل نفسي في المود، ما عرفت ما قدرت، أبغى أبكي ما قدرت. فأسمع صراخ عراك من آخر الشارع، قاعد يصارخ وقاعد يضرب الأشياء اللي جنبه، جاء صقع الكبوت السيارة، قاعد هزأني قدام كل الناس جايين نمثل ولا جايين. كان يقول بجيب علبة موية خليها تمثل مكانك لو ما تسنع. بعدها بكيت مكاني. بعدها بكيت. بس لا حبيب عراك ما كان يقصد، يعني هو يبي يطلع شيء من الممثل فيضطر يسوي ذا الأشياء. لا بس فعلا، بس العشرين دقيقة اللي جلست تقنع فيها تبكي، إيش تذكرت؟ والله تذكرت أشياء مرة كثير، يعني أشياء شخصية، يعني أشياء شخصية. الوالدة لها علاقة؟ إيه في بعض الأشياء. طيب من أقرب أخوتك لك؟ والله كلهم. كم عددكم أنتم كاسر؟ إحنا عددنا 4. أنا أكبر واحد، واللي تحتي أختي ريما الله يحفظها، ونادر، بعدين سيف. سيف آخر العنقود. من صديقك اليوم؟ والله كلهم، يعني ما إيش رأيهم؟ ما أبغى يزعلون. إيه. بس هو كل واحد له 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 يعني له شخصية مختلفة عن الثاني. نادر يبغى يصير مخترع. ودايم يحب يشوف أشياء غريبة، أشياء كيميائية وأشياء فيزيائية، ويتابع ناسا. سيف كأنه شيخ شمل. شايب. ريما كأنها أمي. يعني كلهم قريبين، ما هم يزعلون. إيش تعليقاتهم على أوريم؟ مرة مبسوطين، يورون أخوياهم. شوف هذا أخوي، يورون الصور، ترى هذا أنا أخوي. فمرة كانوا مبسوطين. تتفرجون على العمل سوا؟
ايوه احيانا نتفرج على العمل سوا. في مره سيف بكى. سيف كان قاعد يناظر مشهد، كان المشهد مره مؤثر، ففجأة قاعد يبكي. احنا كلنا اللي مصدومين انه بكى. كم عمره هو؟ في فلان رايح ولا متوسط تقريبا. ايش المشهد؟ المشهد كان لما بعد الخطف، بعد ما انخطف ناصر، كان في حوار بينه وبين ابوه. كان في حوار بينه وبين ابوه وصاحب الشركه. وصاحب الشركه حلو كان الحوار. فهذاك المشهد يعني خلاه يتاثر. لا جميل كان. حتى اساسا يوم خطفوك فعلا صدق ان كلاويك راح. وبعدين انت قاعد تاجر بالقضيه 4 ايام وتطلع لهم الجرح. شوف الجرح اي لازم. طيب قبل لا تدخل ذا المجال، في فئتين من الشبان اللي يدخلون عالم الفني كمخرجين ومؤلفين وفنانين، من جيلك واكبر شوي، اللي يقول اللي دائما ينظر لهذا للجيل اللي قبله بانه ايش ذا الكلام، انا ما اشوف الافلام الاجنبيه ولا اشوف المسلسلات الاجنبيه، وهذا مضيع الوقت، وتهموا اللقطه الفلانيه وشوف كيف سواله، ولا عنده ثقافة المجايل، احترام ذول الناس اللي تعبوا وطلعوا. وفي ناس يقول لك والله أنا أحب فلان وفلان بس يعجبني، يعني صراحة يعني يسعدني، وهذا اللي يخليني أشوف مثلا دراما سعودية بشقيها الكوميدي والتراجيدي. ما عدا ذلك وفي ناس لا ودهم يشاركون بس بطريقة أنت من أي فئة؟ أنا تقريبا من الفئة الأولى. وكل الناس اللي بالفئة الأولى ما ينلامون يعني مع احترامي، يعني بدون إهانة لأي عمل أو شيء، بس إنه يعني تعودنا إن نشوف إحنا على الشاشة العربية نفس يعني القصص تتكرر والشخصيات تتكرر، فأبغى صيغها يعني كيف أقول لك، لما أشوف شيء برا قاعد أحس إنه قاعد يعامل كفن مو يعامل كسلعة. فممكن بالعالم هذا بوجهة نظري، يمكن أنا غلطان ما أعرف، لكن أنا أحس إنه ممكن كأنه الفن عندنا يعامل إنه كسلعة، إنه بيع، يعني تجارة، مو 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 فن، مو شرط يكون في رسالة مباشرة، مو لازم يكون في رسالة مباشرة، بس إنه يعني ما يبذل عليه الجهد نفس برا، فهذا الفرق. لكن متفائل باذن الله. انا يعني انت كنت في عندك نجم سعودي مفضل؟ نجم سعودي مفضل كل نجومنا اللي من يومنا صغار احنا يعني نتفرج عليهم، عبد الله السدحان، ناصر القصبي، فايز المالكي، حسن عسيري، هذول يعني راشد الشمراني، اساتذتنا هذول. لكن راشد الشمراني طلع معك ضيف شرف. اي كيف كانت التجربه؟ رهيبه مره انبسطت. مرة انبسطت، كان متواضع، يعني ما كنت أتوقع أنه بيكون متواضع لهذه الدرجة الأستاذ راشد. مرة الله يسعده. طيب معي اتصال عزيز جدا، نمسيه بالخير، الفنان حسن عسيري، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صدف اللي هي منتجة الأوريم. مساك الله بالخير أبو مردلين. الله يمسيكم بالرضا أستاذ علي، حياكم الله وحيا الله نجمنا القادم إن شاء الله سعد. يا حبيبي يا بعد، وكل عام أنتم خير وعشر أواخر مباركة إن شاء الله. الله يسلمك سعدي. يعني أول شيء كنت أحكي أنا قبل الحلقة يشكرك كل الشكر أنه على دعمك وعلى دعم أيضا الشركة المنتجة، وإن شاء الله يكون القادم أجمل. كيف تشوف تجربة سعد؟ كيف سألت سعد كيف تم الاكتشاف؟ هل في خطة لسعد مستقبلية بعد النجاح اللي حصده أوريم؟ طبعا احنا بالنسبه لنا العمل اللي 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 قدم لنا سعد هم الزملاء اسامه الخريجي في شركه فورورد، وعملنا عمله هم كاستنج، وكان الحقيقه اسامه يراهن مراهنه شديده على 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 سعد، وعنده ايمان كبير منقطع النظير. لما سوينا البايلوت حسينا انه سعد بامانه شديده مختلف عن السائد، ما تحسه فعلا هو بالنسبة لنا في هذا الدور آخر حبة، يعني هو يعني في مكانه. المشاريع المستقبلية أكيد طبعا، بس أنت تعرف حبيبي علي وسعد أكيد يعرف أنه أي شركة منتجة دائما يهم أن يكون في موهبة، يهم أن يكون في التزام، يهم أنه أنت تعرف حبيبي علي وأنت سيد العارفين، وأنت أصلا أنت شخصيا علي، كل الزملاء في الوسط
تقاطعوا معك في أماكن اللي أنت كنت فيها وتعرف أنه أي أحد موهبة عادلة ومنطقية أكيد أنها حتروح المستقبل. وأنا واثق أنه سعد قادر على هذا الموضوع. أبغى أقول لسعد أنه الطرق دائما صعبة. حركة الإنتاج اليومية ما هي دائما وردية، الظروف ما هي دائما زي ما يحب، ولكن دائما سبحان الله يعني هذه الصعوبات كلها تحس أنها تذوب لما الواحد يلاقي مشروع ونجح. صحيح. ولقى ردود فعل بس أكيد بالتأكيد إحنا نفكر بإذن الله أن يكون حسب ما فهمت من الأخ أسامة الخريجي أنه حيكون في جزء ثاني، وإحنا بالعكس إحنا قلنا له إحنا جاهزين في أي وقت، رتبوا أموركم يكون شيء مختلف. أنا كمان أشوف سعد حتى في السينما برضو، أسامة أيضا أسامة عنده إيمان بسعد كبير، وإحنا تحقق هذا الإيمان بعد ما شفناه أيضا بإذن الله. أنا أحب والله علي من غير ما تسألني أحب أقول نصيحتي لسعد، لأنه إحنا عانينا ودخلت أنا شخصيا في مناطق ما كان لازم أدخل فيها مع الناس، كان لازم أتعامل مع الأشياء بشكل منفتح. أبغى أقول أنه أنت الآن تعيش في أفضل عهد لصناعة الإنتاج، أنت جاي في وقت الظروف كلها مهيئة فيه. الله يطول عمره أمير الشباب الأمير محمد، الأمور راحت مكان آخر تماما. أنتوا يمكن تشوفونها عادية، إحنا نشوف هذه كانت مثل العلم مستحيل، ولكن هذا يعني إخلاص أكثر، التزام أكثر، جدية أكثر. العمل هذا احترافي دائما، ما في إنتاج يمر إلا في ظروف صعبة جدا دائما، هي هذه طبيعة الصناعة في أي مكان في الدنيا. أبغى أقول لك أوصيك أنك تقرأ ورقة كويس، أنك تحضر، أنك تعطي إذنك لعقلك، ما هو لأي أحد ثاني. وأنا واثق أنه أنت سعد فعلا أنت، وأنا أثق أصلا علي العلياني ما يمكن يقول لك أبيك تجي معي إلا علي شايف شيء برضه 100%. لا فرحانين فيه والله يا أبو زليل، والله هذا اللي نقوله والكل فرحان فيه، نتمنى له يا رب كل توفيق. الصدفة هي واحدة من شركات المجموعة، فرحانة MBC بأنها تقدم نجوم جدد للساحة. مخططنا إحنا الآن في عندما يكتمل القمر يصور في الرياض في 7 شباب إحنا مقدمينهم جدد، السوق مل مننا، حابين الناس يشوفون شباب جدد، حابين يشوفون. لا والله أنتوا الخير والبركة، وأنا أشكرك والله الله. أبو مجدلين على جهدكم، في رغم أننا نعرف الظروف صعبة أن الواحد يقدم عمل مثل اللي هو مثل ميراث، ورشة عمل صحيح. مستمرة ونجوم كثر. صدقت إحنا في أبو ظبي الآن والله عشان كذا، فكل كل الشكر لك على هذا الجهد وكافة كافة الطاقم، يعني لا فنيين ولا ممثلين ولا كتاب ولا تقنيين. الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم وأشكرك لكم. ونراك على خير، شكرا لك أبو مجدلين. على خير إن شاء الله، في أمان الله، موفق. شكرا يا سعد، موفق يا حبيبي. الله يسعدك يا حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. أبو مجدلين والله قال كلام مهم جدا، لكن قال استمع إلى عقلك دائما. يعني أحيانا القلب أحيانا في تأثيره، ترى أحيانا يجيك نصائح من المحبين وهدف فيها مصلحة، بس أحيانا الخبرة لا يملكونها أو يطغى الحب على أو الخوف عليك أكثر من التفكير للمستقبل. طبعا أنت بتسمع علي وبتسمع حسن وبتسمع، في النهاية أنت قاعد تتشكل وقاعد تنضج، وأكيد الأيام قدامك والأعمال الجميلة قدامك إن شاء الله بإذن الله. واليوم أنت ملتي، يعني ما في ملتي فيتامين، أنت ملتي ملتي فنان إن شاء الله نكون قد الثقة يعني. وشكرا الأستاذ حسن على كلامه وعلى ثقته، يعني بإذن الله بإذن الله نكون يعني نبيض الوجه بإذن الله. نعم. لا والله أنا أشكر أسامة الخريجي على أسامة الخريجي على هذا النبش. نبش يا أسامة، دائما أنا ما أعرف أسامة، يا ويمكن نعرف بعض. أسامة الخريجي هو اللي شكل التشكيلة. لا ونعم أنا أحب، شوف أنا عندي غرام بالإنسان اللي يجمع الناجحين حواليه أو يصطاد الناجحين، لأنه هذا ناجح. الإنسان الناجح لا يخشى نجاح الآخرين، هذا القائد الحقيقي. عموما نأخذ اتصالات. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، هذا جمهورك عاد. الحين نبدأ، بسم الله، من معنا؟ مساك الله بالخير يا أخوي علي. مساك الله بالنور، هلا وغلا. معك محمد الحربي. ونعم يا محمد، تفضل. أحب أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم، وأحب أشكرك يا أخوي علي على جميع محطاتك الإعلامية كلها. الله يسلمك، وأنت واجهة مشرفة طال عمرك. ما عليك زود. وأحب ولي طلب عندك. آمر.
إذا يمديك. سم. ودي طعمك تستضيف الفنان حسين العلي. والله حسين ارسل لي رقم حسين أحبه والله، بس وش أخباره حسين؟ ما عاد نلقاه. خلي الرقم حسين إذا هو عندك عند الشباب، وأنا بحاول أبحث عنه، بس ترى أنا قربت أقفل ترى يعني. إذا هالسنة دي ولا السنة القادمة، متابعينك بعمرك من أيام هلا رام الله. أبشر أبشر يا محمد أبشر. الله يعافيك، شكرا لك طعمك. طيب. معي أنا اتصال. هي لا بسيط اللي. بسيط الطلب. لا أكيد. أبشر يا محمد، أنا عندي اتصال من شخصية هي محبة لجيلكم، ويمكن حاس معاناتكم، اللي هو لما بدأ في ذا المجال بدأ في ساحة كانت أيضا صعبة، ولكنه هو مع ذولا وذولاك يعني مع الاثنين. مو معناته أنه يلعب الهبلين، ولكن يسدد ويقارب، عنده وجهة نظر دائما، عنده أعمال ناجحة كمخرج وكمؤلف. نزعل كثير أنه مو موجود في الساحة اليوم، لكن كل يوم إحنا نقرأ عليه وفي صلوات ندعي أنه يرجع. وطبعا تعرف إحنا على الهواء ما فينا نقدر نهزه حتى لو صديق، يعني في أمور سرية تدخل في القصة. رحب في المخرج والمؤلف ثامر الصيخان، مساك الله بالخير. مساك الله النور، هلا والله بسعد، وهلا والله بسعد ضيفك. شو كلهم؟ انت دائما عندك اراء حاده وقاسيه الاعمال المحليه، وحتى لما قدمت انت اعمال كانت يعني شبابيه ومختلفه. ما اسمعنا يا شباب. فانا اليوم ايش تقول سعد، وايش رايك في تجربه اوريم؟ والله انا صراحه اولا في البدايه ضد مقدمتك اني انا معجب في جيل الشباب، ترى انا توني شباب يعني معاهم. ما بلاش صراحة أهني صراحة جدا الشباب على الشغل، يعني الله يعطيهم ألف عافية. لا سعد ولا كل المجموعة اللي اشتغلت، في بعضهم حتى يعني زملاء وأصدقاء أعرفهم من وقت سابق، والله يعطيهم ألف عافية. يعني أقدر أقول الفاكهة الوحيدة في رمضان بين الأعمال السعودية اللي خلتنا نقول في أمل إن شاء الله لمستقبل الدراما السعودية والكوميديا السعودية، هو شغل سوى شغل حقين أوريم. فالله يعطيهم ألف عافية وبيض وجيههم. وفعليا أنا عندي نقطة دائما أقولها وودي أركز عليها حتى في هذا اللقاء دام في بداية برضو، أنه ما ركز كثير على نقطة أنه أعمال شبابية أعمال شبابية، لأن دائما كلمة أعمال شبابية تعطي أنه ناس مبتدئة أو هواء أو هذا اللي شفناه من أوريم، عمل احترافي يتفوق على الآخرين اللي ما نسميهم أعمال شبابية. تاهلون ان ينقال عنهم اعمال حقيقيه حققت نجاح تستاهل ان تعامل معامله عمل حقيقي يقيم كعمل حقيقي. شهاده نعتز فيها والله يا استاذ ثامر، الله يسعد حبيبي. الله يخليك يسلمك، بالعكس والله تستاهلون. لا هو شوف، احنا اليوم بقول لك يا ثامر احنا فرحانين في 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 سعد، ولما نقول شبابيه احنا انحيازا للاعمار فقط، ولا بالعكس عمل جميل. وانت تعرف المشاهدات انا طالع فيها ما بين المشاهدات عالية، وهذا شيء ممكن نبني عليه في الـ في الـ في الـ في الـ في المستقبل. عندك ملاحظات على العمل عندك؟ والله شوف، ما في عمل فني في النهاية إلا في عليه ملاحظات. هو لكن الـ 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 خلينا نقول إنه كعمل يطلع لتجربة أولى على شاشة كبيرة كتجربة على MBC صراحة نقلة جدا نوعية، لا من ناحية النص، لا من ناحية الأداءات، لا من ناحية كذا. المهم 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 الخطوة الجاية، مش مهم عمل هذا مش صار فيه. عمل جدا ممتاز بيض الله وجيههم. في أخطاء أكيد، في أخطاء وكل الأعمال في أخطاء، لكن المهم وش العمل التالي، وش الاختيار التالي، وش يسوون إن شاء الله مستقبلا يعني بإذن الله تعالى. وأنا متأكد يعني المجموعة يعني خصوصا أغلب الأسماء هذه أنا أعرفها وراهن على كثير منها. يعني صراحة سعد بالنسبة لي يمكن جهلا مني ما كنت أعرفه، ما عرفت من العمل هذا، وبصراحة فاجأني، وكان فاجأني بأداء العفوي وشخصيته كذا البسيطة الجميلة يعني. وأتمنى إنه يبني على هذا الشيء أشياء مستقبلية بإذن الله تعالى، ويبتعد عن نقطة التكرار يعني اللي يطيحون عادة فيها الناس اللي حققوا نجاح في أعمالهم الأولى. نعم. طيب أنا أشكرك جدا، إن شاء الله إنه هذه الأعمال لما تشوفها تحفزك ترجع لنا للساحة أبو غادة. ان شاء الله حبيبي قلبي، ان شاء الله. بتخبر الحين تحطوني مع الشيبان، اصبر اذا تاخرت خلاص. ترى اذا تاخرت بصير لا مع ذولا ولا مع ذولا. الله يستر. اسمع، بنرسل لك شو اسمه، نرسل لك احد يقرا عليك، ولا ترى فيه صديقك
زياد نفثه في 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 يساعدك زياد اي زياد العمري مسوي نفثه عنده في اوريم يرسل لك الجهاز خلاص طابت يزلي وانا انا انا اتصبح بك اليوم شكرا لك المخرج حبيبي سامي السخان شكرا لك شكرا راح نعلق على ثامر لكن اسمح لي في فاصل ونعود اهلا وسهلا بكم من جديد سعد عبد العزيز قلب مفتوح اهلا وسهلا فيك ورحب بكل من يشاهدنا على منصة شاهد وعلى وناسة وعلى تطبيق ام بي سي راديوز وايضا على حساباتنا في تويتر وايضا كل من يستمع لنا عبر اذاعتنا ام بي سي اف ام اتصالاتنا على 011-268-4488 تامر السيخان قال اتمنى انك ما تقع في التكرار صادق لانه في يعني في احيانا لما تكون يعني لما احد مثلا يسالني عن تجربه اوريم ما اشوف انها انجح تجربه لي يعني يعني ما احط في بالي انه هذا انجح شيء او اعلى شيء ممكن اقدر اسويه لان لو سويت كذا بطيح بفخ اني خلاص فبيصير هذا مستواي فما راح اتطور لما اشوف انه اوريم هو احسن حاجه سويتها نعم فهو صادق هذا الشيء ممكن اللي يخليك يعني تطيح فخ التكرار انك تشوف نفسك وصلت المرحله فتقول خلاص انا مره رهيب خلاص ما عاد بتغير نعم انت مره رهيب بس انك ممكن تكون ارهب ترى ان شاء الله باذن الله طيب ناخذ اتصال والله حظك اليوم في اتصالات ما ادري كيف خلينا نشوف الو طيب لين يجهز الاتصال انا بدي اسال عن أنت في عمر صغير دخلت في يعني مع أنه أنا يمكن ما عندي ذيك الرغبة بمر عليها سريع على أساس الناس ما تفهمك غلط مريت أنت أنه قولي يا جماعة قلت لهم في عمر صغير أنه مو يعني مو بلازم أي فكرة نستقبلها يعني تحدثت عن أفكار دينية عن فتاة وتحدثت أنه لا بد نعمل العقل أنت قلت لازم نحرك شوي إيش كان سببها ودوافعها أول حاجة أنا مسلم لانه في ناس تحسبني ملحد بسبب انه اصلا ما سمعت كلامي كامل او انا بدي توضح لهم بهذا اليوم كان يعني اللهم كان السالفه صارت تقريبا لما 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 سمح بقياده المراه فانتشرت مقاطع مره كثير بالسوشيال ميديا انه ناس قاعده تتعرض البنات قاعدين يسوقون وما ادري ايش فقعدت تنبش انه وش الاسباب اللي خلت ذا الناس انه تعتقد هذا الاعتقاد للبنت اللي تسوق ليش قاعدين يشوفونها بهالنظره او سواء بنت تسوق او اي شيء يختلف عن معتقداتهم فاكتشفت انه في انه يعني لما خلطت المجتمع انه في احكام قاعده تطلع مو ما لها اساس ما في اساس على الافكار اللي قاعده تطلع والتصرفات قاعده تطلع بمجرد انها ان في حكم عليها من ما ندري في رد كان في رغبه انه هذا الموضوع يقتل يعني انه يوقد في مكانه ما يصير في مقاومه كانت ضده اي فانت ايش قلت فانا تكلمت عن الموضوع قلت انه يا جماعه لانه في احيانا الناس مثلا هوامير بتويتر اسماء مجهوله يقعد يجيش الناس ضده. على ضد افكار يعني طبيعيه واشياء والدوله سامحه بهذا الشيء فقلت انه الواحد لازم يتحرى قبل لا ياخذ الحكم من ايا كان سواء كان بشيء يعني بالدين او شيء بالحياه لازم تاخذ الفكره وتبحث عنها فذكرت حديث الرسول انه لما ابراهيم لما قال نحن اولى بالشك من ابراهيم فالناس قاموا على انه كيف انت تشكك بالله انا ما شككت بالله يعني اعوذ بالله انا مؤمن ومسلم واصلي واصوم بس ما كان قصدي كذا انا كنت اقصد انه ابراهيم سأل الله فاحنا المفروض ناخذ من هذا العبره انه احنا نسال بالاشياء اليوميه بحياتنا ونعرف وش المصدر ما مو بس مع الخير يا شقره توقعت رده هذه الفعل الكبيره لا ما يعني انفهمت غلط مره انفهمت غلط يمكن كان اسلوبي هو السبب ممكن او الناس اجتزوا ايضا تحدثت انت عن العلماء تحدثت عن العلماء بشكل عام انه مو شرط احنا ناخذ المعلومه انه من عالم لانه العالم هو مجتهد لازم ايضا احنا يكون نبحث او احنا لازم نبحث احنا بديننا يعني لانه العالم يعني انسان زي اي شخص فممكن انه يغلط انه يجتهد يعني ما يغلط عمد
أعوذ بالله، لا أنه يجتهاد ويغلط في أشياء، يعني كسبيل المثال في أشياء زمان كانت محرمة بعدين صارت حلال، نفس التلفزيون، التلفزيون كان حرام بعدين صار حلال، الجوالات كانت حرام بعدين صارت حلال. فبس من هذا على هذا المبدأ طيب. أنا تكلمت بردة الفعل اللي جت خلتك أن خدت قرار ما تخوض في ذا الأمور مرة ثانية ولا ما هزت فيك شيء؟ لا ما أقدر أقول أنها ما هزت فيني شيء أكيد، لأنه ردة الفعل كانت مرة قوية، أنه الناس تحسبني ملء وأنه كيف أنت تصرح بالأفكار. طب ردة فعل والدة هنا إيش كان وجهة نظرك؟ الوالدة كانت معصبة إنه الناس ما فهموا الفكرة، ما فهموا الفكرة. ثاني شيء الموضوع يعني النقاش ما كان على يعني النقاش والجدال ما كان على وجهة النظر، كان شخصي الموضوع أكثر، إنه كيف أنت مين أنت ومدري إيش، فهمت؟ بس ما حد ناقش الفكرة الرئيسية، فهذا الشيء اللي كان مزعل الوالدة بس. طيب أنا كان لازم أسأل، ترى الهدف إنك توضح للناس، وإن شاء الله عاد قصوا المقطع زين، يعني اللي قاله سعد يعني لا تقصونك، يعني اليوم هذا ولدكم، عندكم شاب سعودي جديد، جماعة دعموه اهتموا فيه، إذا أخطأ بالنقد، النقد ترى متاح للجميع، لكن الهجوم من وراء غطاء دولة الزورق الذهبي والأسماء هذه العشوائية لا. بس على فكرة ترى أنت اليوم الوالدة ترى ما كانت تتحدث من فراغ لما قالت محامي على أساس أنت تعرف تدافع عن نفسك، لأن عنده إيمان لما تكبر أكثر وتبدع أكثر أكيد بيكون في حروب عليك أكثر. أكيد. اليوم كل اللي يهاجمونك ترى أنت تقدر تقاضيهم حتى لو كانوا بأسماء وهمية، ويجيبونهم ترى الجهات الأمنية السعودية في هذا الجانب متطورة جدا. فأي أحد يهاجمك أو يقذفك هذا لابد أنك من اليوم يكون عندك سلوك انك تاخذ ردة فعل قانونية. اما اللي ينتقد العمل وهذا حق متاح لل اي عمل واي شخص، اي عمل واحد يحبه واحد يكره واحد يقول والله ادائك في المشهد الفلاني ما كان زين، اي عمل هو يقول لك يا اخي ما بلعتك يا سعد يا اخوي براحتك، لا يحق لك، يعني اي عمل او اي شخص يحق طيب. لك انك تنتقد. ناخذ اتصالات. الو الو، هلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ معكم حنان من مكة، كيفك يا أستاذ علي؟ بخير يا حنان، هلا وغلا، تفضلي. أمسي عليك وعلى ضيفك ما شاء الله الشاب، الله يعطيه العافية يا ربي. الله يسعدك. الله يعافيك. آمين يا ربي. بصراحة يعني حبيت أسأله ثلاث أسئلة. تفضلي، ثلاثة زين. السؤال الأول، يعني ليش أكثر المسلسلات يعني وهو بالذات يعني تو شاب يعني ما شاء الله وجه جديد يعني يحطون أنفسهم يعني في أشياء الدين وزي كذا، يعني هذا حسه إحراج يعني على ممثل، يعني انت لما تقدم مسلسل او حاجه ليش تحطون فيها اشياء الدين وبعدين تطلع مشاكل؟ ما حطيتوا شيء انتم؟ لا ما حط شيء، هو سعد ما سوى شيء. لا زي الصنف الاول يعني عن قصه ابراهيم وزي كذا، يعني ليش يعني اي مسلسل نحط فيه اشياء مو مسلسل؟ هذا وجهه نظره يا حنان، يعني هذا وجهه نظر سعد يقول وضحناها. اي وضح وجهه النظر انه جاب حديث استشهد فيه، يعني ما هذا أيوة. هذا نقاش بينه وبينه ما كان دور. طيب. بس في ناس يا استاذ علي يعني تاخذ الموضوع غير، يعني تكبر الموضوع. السؤال الثاني، وش ميول استاذ سعد يعني الممثل سعد؟ والسؤال الثالث، هل يعني يوم من الايام فكرت تصير اعلامي زي علي؟ احسن، بالعكس عنده شعره اي والله احسن، يعطيكم العافيه. طيب شكرا. شكرا يا حنان، تقولي والله احسن. طيب طيب شوف، هي سبتك وقفلت على طول. لا بالعكس بالعكس، هذا احطه من ضمن النقد النقد البناء الميول الرياضي. انا ما اتابع كوره، يعني كنت اتحادي بس كنت اتحادي؟ ايه، اعتزل محمد نور وخلاص. الله والله شوف انت فيك صفه عظيمه، انت تعرف انا حبيتك، انا مستغرب يعني ليش كذا لك مكانه عندي عشان اتحادي، عشان كذا هذه من نقلة. الله يسلم. طيب خلي قبل الاتصال قالت ما فكرت تكون اعلامي. اعلامي هي كلمة اعلامي عندنا الحين ترى صارت يعني لا، احنا انا قلت في لقاء في تلفزيون الكويت قلت ان كلمة اعلامي اليوم صارت شبهة. انا اقدم نفسي في كل مكان بكل اعتزاز، انا صحفي سعودي. لأن الإعلامي دخل عليها من هب ودب، فصارت شوي تخوف، أفهمك، لكن هي يمكن تقصد مذيع تقدم برامج تعمل تحقيقات صحفية، قد
فكرت في هذا الموضوع؟ اي ما اي قد فكرت بهذا الموضوع اي، بس هي قصدها اعلامي انه اتخصص بالاعلام اي. لا مو بشكل مباشر، انه يعني التمثيل والسينما هي تعتبر طيب من وسائل الاعلام. طيب خليني انا اخذ اتصال بشوف تعرف الصوت ولا لا. الو الو، هلا وسهلا. هلا بك ابو، كيف حالك؟ طيبين ان شاء الله؟ بخير الله يسلمك. هلا والله، امسي عليك بالخير وعلى الساده المشاهدين وعلى ضيفك الاستاذ الكبير الممثل القدير سعد عبد العزيز. هلا زياد. هلا والله. والله زياد انت فنان رائع. زياد العمري هو زياد زياد هو اللي كان صديق يعني انت مشهد الكافي العظيم صراحة. أنت مشروع نصاب واعد الحقيقة يعني. لا والله مو نصاب واعد، الله يسامع أستاذ علي، لكن أنا إن شاء الله بإذن الله رجل أعمال واعد. لا إن شاء الله. لا أنا فعلا ترى سعد فعلا أنت فنان رائع جدا فعلا فعلا. أنا حييك حييك حييك. لا صدق والله أنا والله ما أعرف أجامل، بس فعلا أداء حلو يعني طريقتك، وإن شاء الله أيضا نشوف لك كمان أعمال. إيش تقول عن هذا العمل؟ وإيش وش طبعا طبعا مدير التحرير مصعب المرضي من تبوك فيقول عيال تبوك كلهم كذا يعني منحاز. ايوه يا عيال تبوك كلهم مبدعين من يومهم. لا والله ونعم فيهم كلهم. طيب كيف تشوف العمل؟ يعني تقييمك له، ردة فعل الناس عليه؟ والله اول شيء الحمد لله انه ابي اتكلم بشكل عام انه العمل نال على اعجاب كثير من الناس، يعني كان هذا اهم شيء عندنا انه العمل يعجب الناس، بما انه اول عمل لنا فلازم نطلع بصوره حلوه، فهذا اكثر شيء كنا مركزين عليه. وبما انه العمل مع شباب يعني شباب السوشيال ميديا خالد العزيز سعد عبد الله الحسين يوسف الدخيل شباب قد اشتغلنا معاهم من قبل فعارفين طبيعه، يعني نحن متخوفين من ناحيه مسلسل على رمضان ولا على شاشه التلفزيون، هو الموضوع يخوف، لكن مع الاشخاص هذولا يعني استهلنا الموضوع وقلنا يلا نجرب، بخصوص ان النص جميل والممثلين برضه كويسين. عموما هو اللي كان معنا الاستاذ حسن عسيري وقال لنا في جزء ثاني، فهذا شيء حلو. ان شاء الله ان شاء الله تبدعون تبدعون. وش اطرف المواقف الطريفه اللي مرت عليكم في العمل او المواقف الصعبه او شيء؟ والله بالنسبه للمواقف الطريفه اللي تنقال على الهواء اللي ما اللي ما تنقال على الهواء. والله شوف بالنسبه للمواقف الطريفه كثير، يعني دائما انا وسعد كل ما نجلس مع بعض يعني وقت التصوير دائما نضحك. ف ممكن خشمك بلوتوث انساي جوك ما يعني ما اتوقع ان ما حد يفهمه. ال 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 انت اول رده فعل على على العمل جتك ايش كانت؟ والله اول رده فعل بالنسبه لي جتني من عمي صراحه، اول مره يتصل علي عمي في حياتي. يكلمني من الدير الرجال ويمدح المسلسل، قال والله اني ضحكت من كل قلبي. اوكي جميل. ايه لما شافني في دور الباريستا اللي في الكافي اللي انت قلت عنه. لا لا جميل. فالصراحه لما شفت عمي عاجب الموضوع تحمست. لا على فكره انا ترى انا اقول يعني انا اقول اليوم السعد واقول لك وقلت للهام علي قبل يومين انه انتوا ترى مظلومين، ما انتوا شايفين ردة فعل الناس بحكم كورونا، ولا لو ما في كورونا وتشوفوا ردة فعل الناس في الشارع كثير حبوكم الناس. والله شوف انا شفت ردة فعل الناس بالنسبه لي في العسكر في التفتيش، يعني احنا قاعدين تقريبا نص رمضان نصور اي، ففي التفتيش العسكر كل الناس يمدحون المسلسل يقولون عمل حلو استمر، وانت قاعد يعني تفرفر بسبب المناسبه. لا 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 معي تصريح. يدور اقرب طريق في اكثر تفاتيش تفتيش. لا لا موفق ومبدعين ونشوفك على خير زايد العمري. على خير ان شاء الله. كل عام وانت زياد العمري عفوا. شكرا له والله على 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 دوره حلو رهيب زياد. ايش اللي تغير عليكم انتم جماعه اليوتيوب والتلفاز والشله؟ العمل التلفزيوني او مسلسل مختلف يعني في كثير اشياء، ايش اللي اختلف عليكم انتم؟ اللي اختلف علينا اكيد انه 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 النص طويل، عشان يعني ما قدر ارتبطنا بنص طويل لهالدرجه. الكرو يعني المعدات وهذه ما يعني باليوتيوب كنا نصور باشياء بسيطه. مود التصوير ما كانت طويله باليوتيوب، كنا نقعد يوم. الالتزام لازم تخلص العمل في وقت معين بتسلم. الالتزام الساعه 6 الصباح تقوم على حسب مشاهدك، تقوم تسوي مدري ايش كذا تغير، فكان
سالفة انه احنا نصور المشاهد مو بالترتيب، نصورها مخربطة، فالبس افصخ، البس مدري، احط ميكب حق الحلقة الفلانية. هذا اللي يختلف. لكن كتجربة مع الشباب، والله كل الشباب، ما ابغى انسى، يعني ما ابغى انسى اسم احد، اذكر اسامي وانسى اسم احد. كانت تجربة مرة رهيبة من ناحية الشباب. طيب ناخذ اتصالات. هلا. يا هلا والله. هلا مرحبتين، هلا وسهلا. من معنا؟ مساء الخير، معك ابو نوره من حايل. ونعم يا ابو نوره، هلا وسهلا فيك. يا هلا بك، كيف حالكم؟ طيبين؟ كل عام بخير. وانت بخير ان شاء الله. تفضل يا ابو نوره. زاد فضلك والله يا طول عمر شبابك يا مام قصرين ان شاء الله، وعلى الاخ هذا الكريم شيء بصراحه، يعني ما هم كل ان شاء الله، ان كل الشباب يعني كلهم ان شاء الله فيهم خير ورؤيتهم، ولكن ابهد عليك لك هديه عاد ولي معك. اي وش الهدية؟ هديه تعمرك حالك معي دقائق. تبي تغني ولا وش بسوي؟ هذا اي بغني. طيب الو. مرحبا. اي تفضل بيغني الرجال، خلينا نسمع. الو الو، السلام عليكم. طيب راح ابو نور. ابو نور مسيك بالخير، طولت عليك. هلا. ناخذ اتصال ثاني. من معنا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. كيف حالك يا استاذ علي؟ بخير الله يحفظك. من معنا؟ معك ابراهيم. هلا يا ابراهيم. ونعم يا ابراهيم، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، تفضل. الله يسلمك. لا بس والله بسلم عليك، وانا ترى من متابعينك يا استاذ علي. الله يحفظك ويسلمك. اتابعك دائما على الام بي سي. سلم. تسلم من طيبك. تقول شيء لسعد ضيفنا اليوم؟ ضيفك ما اعرفه والله هذا. وش فيهم عليك اليوم؟ واحد شوف طلب حسين علي، واحد ما كاني موجود، والثاني يبغى يغني. جماعه اسئله. لا خلاص خلاص، فرصه سعيده. خلي احد من الاعداد يكلم. لا بس عندك حنان، ايش اسمه ترى هذه حنان يعطيك حنان إيه؟ لا ثلاث اسئله. وبعدين قالت ليش ما تصير في الاعلام؟ قلت له والله احسن. قالت لي والله احسن. فبالتالي ترى يعني اي لا اعتبر اتصال بثلاث اتصالات. الحمد لله ثلاث اسئله تكفي. طيب ناخذ اتصال. الله يستر. الو الو. طيب الو الو، هلا وسهلا. عليكم السلام. الو. هلا وسهلا، انت على الهواء تفضل. انت على الهواء تفضل. الهواء تفضل. انت على الهواء تفضل. اسمعنا من التليفون. الو هذه كررتها في رمضان هذا اكثر من كورونا يمكن، من كلمة كورونا. الو هلا وسهلا. طيب خلينا بس السؤال، انا حتى يا ليت اذا تعطونا بستشهد بشيء قاله الفنان مشعل المطيري في واحدة من الحلقات اللي متكلم عن اوريم. قال انه كله حلو يعني، بس في مشهد شوي رجعنا الى الكلاسيكية اللي هو مشهد المجلس. طبعا هو صادق النقاش يا رجل، حتى الله يعني انا ودك لما تكون الاعمال حلو ما يجي فيه يعني. مثلا انا انظر لها، حتى كان في ترويج، كان في اعلان برودكت بلس مثل ده، يعني كان بطريقه ممجوجه، كان مفروض يكون اهدى من كذا واسلس من كذا. طريقه النقاش اللي صار، الرياكشنات شوي فصل العالم من انسيابيه العمل. ايش رايك؟ في ناس مره كثير انتقدوا هذا المشهد، بس انا ممثل يعني ما لي دخل. يعني في ناس تحسب انه الممثل هو اللي عنده كل حاجه، فلا، الممثل ولا واحد من عشرة. في المخرج والمنتج وحقين الصوت، حقين الاضاءه، المخرج حق الكاستنج، مين يختار مين ما يختار. ف يعني انا ما لي دخل. لا بس احنا نسالك اليوم سعد، لانه احنا فهمنا انكم ورشه وفي شراكة في كانت بكورونا وقتها، فأتوقع أنه كانت المشكلة في أنه بالوقت وزي كذا. كورونا مفروض ما يكون في تباعد في مجلس التحاشرين يعني، حاول كذا وكذا ما ترقع. شكرا. طيب ناخذ اتصال. ألو. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وغلا. من معنا؟ كيف حالك يا أبوي؟ بخير الله يحفظك. ابو سعد معك، انت على الهواء تفضل. الله يطول بس كيف حالك يا ابو سعد؟ بخير الله يحفظك، اهلا وسهلا.
الله يطول. والله احنا نشجعك على البرنامج الحلو هذا. من طيبك. من معنا الله يحفظك؟ معك سالم العليبة. ونعم يا سالم تفضل. الله يطول عمرك. والله انا الولد الشباب ما شاء الله عليه، انا انصحه نصيحة، اقول له رح وخلك قدام ما عليك من احد. الله يسعدك. لا. يعني ما شاء الله واجهته طيبة وشخصيته يعني كممثل ممتاز يعني. يا حبيبي الله يسعدك. اتابع سالم أوريم؟ والله أنا ما أتابع أوريم أنا. بس في بيت شعر كان سمعته من زمان. أي. يقول يا قمر خلك معنا لا تفرط فيها، لا يضيع عندك غلانة يا قلب المفتوح. نعم. تسلم. هذه عشاء القلب المفتوح. صح لسانك. صح لسانك. الله يطول. عندنا يا سالم لما سمينا قلب مفتوح لها معاني ورمزيات كثير. شكرا لك على اتصالك. كثر خيرك وسامحنا والله زعجناكم. لا بالعكس اتصالك عزيز. والله كان ودي يا ابو سعد كان انك جبت يعني الشعراء اللي كانوا يعني مثل علي القحطاني راشد بن جعيثن، شعراء كبار هذول. لا ونعم فيهم بالعكس الموسم المقبل ان شاء الله. الله يخليك وان شاء الله موفقين ان شاء الله في شهر مبارك. شكلك انت من جماعه تسجيلات الوادي الاخضر. والله انا احب القديم ومحمد زويد وعوض الدوق هذا فن، هذول اسطورات ما راح يتكرروا. لا ونعم ونعم فيكم وفيهم. شكرا يا سالم القديم. شكرا. السلام عليكم. شكرا لك. حياك. طيب ناخذ اتصال. الو 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 مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. من معي؟ يا هلا وسهلا. مساء الخير معك خالد العواد. مساكم الله بخير جميعا. ونعم يا سعد. هلا وسهلا. ما عليك زود. اول شيء الف مبروك للعمل يا سعد. الله يسعدك. مساء الخير ومبروك لكل طاقم العمل. انا شغال في منصه اعلاميه فتناولنا خبر الردود الافعال الايجابيه والاغنيه الناجحه فتناولناها باكثر من مكان. فجاني ناس مقربين قالوا لي ليش التطبيل هذا؟ ليش النفخ؟ ليش يعني تو العمل او الناس او طاقات هذول الجديد اجداد والولد جديد. انا صراحه اول شيء اقول ان ملينا من الناس اللي تطلع في كل سنه في رمضان وكل وقت. هذا اول شغله. شغله ثانيه، في النهايه احنا نحتاج لفن يشبهنا للامانه. نحتاج ل مو بس شباب، نحتاج لفن واقعي. عشان كذا زي ما قال سعد ما لوم الناس تروح لنتفليكس ولا الافلام والمسلسلات العالميه. فعلا من متى احنا نشوف مثلا حوار بين زوج وزوجته والزوج طالع الكاميرا وهي تسولف مع زوج؟ لا يعني ما في شيء يشبهنا من 20 سنه جالس يصير للاسف. فجدا سعيد والله بالعمل هذا، وانا متاكد انه الجاي احسن وباذن الله. وفي على يعني على طاري. طيب خالد قل لي المنصه كذا نسوي لكم اعلان لانك سعودي عظيم وعندك كره. وش المنصه؟ احنا لب سعودي يعني بما ان على السعودي ما سعودي نحب السعوديه احنا. لوف اوكي لوف سعودي. فانا سعيد جدا انها وصلت لسعد وحطها في سناب. يا حبيبي تستاهلون يا خالد تستاهلون بالعكس تسلم. بالعكس مع اني بختلف معك انا شوي في جزئيه بس بعد ما تغادرنا اكمل مشاركتك. اي في يعني على طاري الجماهير في للاسف في ما اقدر اقول هو غباء ولكن بعض الجماهير ما عندها يعني تعاطي مع الفن وكيف انها توصل لل او رد فعل مع السوشيال ميديا. يعني مثلا هبه الحسين نجحت، انا اشوفها نجحت نجاح قوي في مخرج سبعة. هذا يعني حملها انها تسوي شيء وكاركتر جديد. صح. ولكن في دور مثلا دور سامي نجحت نجاح كبير. فاتمنى نشوف شخصيات كثيره زي ما بدا طاش مطاش مع عبد الله وناصر. شفنا شخصيات بالعشرات يمكن بالمئات بعد. صحيح. فبالتوفيق. انا بس سؤالي ودي يعني ما انها نجحت اغنيه مالي انا، و زي ما قلت ابو سعد ان سعد ملتي فنان ملتي ارتست فنان ومغني وصوته جميل وممثل. هل في بالك، وانا متاكد ان هالشيء موجود بس ودي شو يطلع للعلن، هل في بالك يعني عمل اشبه بالفوازير مستقبلا راح يصير سواء في رمضان ولا على اليوتيوب ولا بشكل عام؟ يعني اغاني فيديو كليبات او عمل بشكل عام يعتمد على صوتك وتمثيلك. وآسف على الإطالة جميعا وشكرا لكم. شكرا لك يا ابو سعد. الله يسعدك. واتمنى نشوف عبد المجيد عبد الله. انا مصمم ان اشوف عبد الله يعني، مع اني ما ظنيت تقول بقفل قريب ولكن ان شاء الله نشوفه عبد الله.
في ابو عبد الله ولا ما في؟ ان شاء الله يجيب الله مطر. شكرا شكرا يا خالد، يعطيكم العافيه. شكرا على جهودكم والله يا خالد. انا بس في شغله بس عشان لانه مهم هذا لكل الناس. اول شيء لما احنا نقول في وجيه ملينا نشوفها كل سنه، انا اعتقد انه في في في, في شويه ظلم. ليش؟ لانه ترى اليوم لما انا افتخر في سعد عبد العزيز واحب شغله، هذا لا يعني اني انا خلاص اقفل الباب على نجوم انا تربيت عليهم وحبيت. صحيح. انا اليوم التنوع مصدر قوه. انا اليوم احب اللي يسويه ناصر قصبي وراشد الشمراني والمجموعه اللي وحبيب الحبيب والمجموعه الموجوده، واحب اللي يسويه عمر وايضا الشباب سعد والشباب الموجودين. كلها حلوه، التنوع هذا، هذا بستان فيه اكثر من ورده. سلة فواكه في أكثر من فاكهة. صحيح. يا جماعة ترى في شغلة مهمة جدا اللي هي الاستعداد للضحكة، الاستعداد للمتعة. يعني أنا إذا جيت اليوم بأفتح التلفزيون ومقرر أني أنبش لكل الغلطات اللي في مخرج سبعة وأقعد أحاصرهم يسار وأطلع كأني أنا يعني منظر في عالم التلفزيون وأنا ما قريت الكتابين ولا درست، بس أني أنا شفت الاثنين هذا هاجم معهم، وحتى ولو أنك لحالك كان ضحكت، بس أني أنا يعني أنا تجاوزت المرحلة. لا، كل عمل فيه أخطاء، كل عمل فيه قصور. اليوم لا نكون قاسين، يعني خلونا نستمتع. مو معناته أحبك لازم أكره العمل الثاني أو العكس. أنا أحب هذا وهذا، كلها حلوة ترى، كلها حلوة. يعني الوجود، وعلى فكرة لو ما وجود هذاك الجيل ما كان موجود هذا الجيل الثاني. الميزات اللي أنت قاعد تشوفها هي تنوع غابت عن 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 الشباب اللي هناك، واللي هناك لهم جيل. تو أنا سامي العلي يبين يستضيف راشد بن جعيثن وعلي القحطاني. علي القحطاني ترى كان يكتب في السبعينات، يعني مع عيسى الأحسائي وراشد بن جعيثن في ذاك الوقت، وفي الثمانينات موجود. يعني نتكلم عن 40-50 سنة كحالة فنية. فأهدى من كذا يا شباب، يعني أهدى من كذا. خلونا ندعم بعض، نستمتع بأعمال بعض، نقدنا يكون مفيد. ترى يا جماعة ترى ما عندنا ذاك العدد الكبير. ترى يقول قمل عبو صفين قال حنا اثنين. يعني لازم احنا ندعم ندعم ندعم. وعلى فكرة ترى لما يزيد العدد يقول لك في غث. الغث ترى مهم لأنه يفرز للسمين. هذا مهم جدا. ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ علي، كيف حالك أستاذ؟ في سؤال خالد سألك يا بس بنرجع له بخير. الله يسلمك. من معنا؟ معك علي السيري. هلا يا علي، تفضل. نعم. طيب، أحب أسلم عليك وأبغى أكلم ضيفك يسمع. عبد العزيز يسمع. هلا يا حبيبي. يسمع. هلا سعد عبد العزيز يسمعك. الصلاة اللي صارت هو الردود الفعل، يعني هذا أكبر دليل على نجاحك. استمر استمر واظهر على تويتر، اظهر على انستغرام، اظهر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. الله يسعدك. استمر استمر لا توقف. هذا اكبر دليل انه تهاجمت على الهواء مباشره. يعني كان احد ينتظر انك توقف كذا في المنصه عشان تهاجم، عشان نقول لك وقف شويه، لا تقدم، لا انت كذا مره ممتاز. يا حبيبي الله يسعدك. شكرا. الان يعني في يعني في ضيافه او في برنامج مع اكبر يعني اعلامي في الوطن العربي تقريبا. الله يسلمك. سمعت كل القنوات، كل ما دخل على قناه أسد فيها المكان اللي يحتاجه. الله يسلمك. فما حيستضيفك من عبث. نجاحك للأمام إن شاء الله. الله يسلمك. حبيبي علي، شكرا. الله يسعدك. تسلم يا علاوي. شكرا لمحبتك. الله لا يخلينا من هذه المحبة. خالد العواد قال لما نسمع الأغنية والنجاح اللي لاقته وكل شيء. كم مليون وصلت هي؟ ولا أقل ولا أكثر؟ هي ما أعرف، بس إنها ما تقدر تأخذونها تطلعونها برا في ال. هي توقع نزلت على اليوتيوب. توقع نزلت، بس ما أعرف كم المشاهدة، يعني كم أحد شاف ال. شوفوا لنا كم شهادات يا شباب. خالد يقول ما عندك نية الفوازير بشكل غنائي، كليبات. ممكن يعني ما في شيء في بالي. طيب الحين عندك فكرة انك كل فترة تنزل اغنية سنجل؟ حاليا لا. التمثيل هو الاساس عندك. ايه. حاليا لا، يعني ما افكر. طيب عندنا واحد من اصحابك الاشقياء يبدو لي او نعاب، الله ما ادري. الله يستر. الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، عرفته ولا لا؟ فيصل الاحمري معك. اهلا وسهلا. لا تقول يا فيصل، لانه لسه خله يبي يسوي خمن يا اخوي شوي.
يا اخي دافع ما اقدر ما اقدر ما اقدر من زمان عنا مع هذا الحجر يا حبيبي يا فيصل. تفضل فيصل عطنا الفضائح الله يرحم والديك. تفضل لازم فضائح فضفض يا حبيبي اليوم المنبر لك سد الديون. اول شيء خلني اكون حنون. هذا تعدى مرحلة صديق وهو اخ من البدايات بدينا مع بعض حبيبي. واليوم انا فخور يعني انه انا وعائلتي اليوم لما نجلس على مائدة الافطار ونشوفه فخور جدا فيك. الله يسعدك. في الجانب الثاني ما يعني هو ما الفضائح هو بس في حاجة واحدة سلبية انه يا اخي كل ما احاول اصير افضل منه يا اخي يفاجئني فاجئني وعني. يا حبيبي نتعلم منك يا فيصل. يا بعدين يا حبيبي و اذكر لي حاجة يا علي عشان لا إذا أباك تقول لنا الأعمال اللي عملتوها سوا كيف البدايات التحديات. هو سعد عشان أعلمك بس إلى قديش العناد في البدايات كان في الانستغرام في 2014 بدأ سعد يسوي السكتشات حقته وأنا برضو كنت في نفس الخط كنت أسوي سكتشات فكنا نعرف بعض بس منسوي إنه يعني نكابر على بعض نسوي إنه ما نعرف بعض ولا حنا قاعدين ده انه قاعدين نشوف بعض بس ما نسوي انه مين هذا. انا ضامن الاسم الكريم عفوا. إيه انا مشبه عليك ما ادري وين شفتك. فجاء يوم من الايام كلمني احد اصدقاء الطفوله محمد القحطاني قال لي ايش رايك نطلع نتغدى معي واحد من الشباب اسمه سعد. قلت سعد مين؟ قال سعد عبد العزيز. قلت اوكي يلا يلا يلا. وتقابلنا والله وجمعنا على غدا ومن الغدا هذاك يوميا في وجوه بعض. وش كان يعني الغدا بالمناسبه؟ ما كذا ما 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 اعرف بس كذا غدا اللي جمعنا وتعرفنا على بعض وزي كذا. ف من ثالث يوم من معرفتي فيه سوينا فيديو على طول. الفيديو هذا يمكن كان اول فيديو لسعد برضو في اليوتيوب كان شارك معي واول فيديو لسعد حقق مليون مشاهده على اليوتيوب كان عن بعض العادات السيئه في اليوم الوطني وزي كذا. بعدها بدينا نسوي سكتشات صغيرة على الانستغرام بما أنه ما عندنا ميزانيات عمل كبيرة يعني على اليوتيوب وكذا. واستمرينا إلى أن تعرفنا على الشباب في سوق الانتاج السينمائي والشباب اللي ممكن يشتغلون معنا أعمال كتصوير وإخراج. بدينا نكبر الموضوع شوي جلسنا في يوم من الأيام وطلعنا فكرة برنامج أما بعد على اليوتيوب. كان المخرج حق محمد الوسلان أوجه له تحية. يعني سعد كان مهتم بالتمثيل وأنا مهتم بالتقديم والكتابة فحبينا نسوي حاجة تجمع بيننا إنه هو يمثل الاسكتشات اللي موجودة بين الفقرات حقة البرنامج نفسه اللي يقدمه. وطلعنا بحاجة حلوة يعني أول عرض كان البرنامج حقق 500,000 مشاهدة خلال أقل من يوم في رمضان الماضي أو اللي قبله. وتممنا موسم كامل 5 حلقات كانت فترة جميلة جدا. بعد رمضان الماضي كان مفترق طرق تقريبا انه سعد ركز في التمثيل اكثر من ركزت في التقديم والكتابة فما صرنا نصور واجد يعني اعمال مع بعض. سويت انا اخر الليل وما قصر برضو ساعدني كثير فيه. برضو هو اشتغل يعني صار يطلع في سكتشات مثل خلاط مع تلفاز 11 وكنت اشوف يعني في تطور ملحوظ جدا في التمثيل. يعني أنت في نفس الجو فيصل طبعا أنت جهودك أيضا رائعة لكن هل ممكن تلتقون مرة ثانية؟ أيوة أكيد. أكيد طبعا 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 في أفكار كثيرة كاتبينها على أساس أنه خلال الفترة الجاية نصورها ونمثلها مع بعض. فإن شاء الله في أشياء واجد الفترة الجاية. طيب أنا كل المتصلين اللي أسألهم يجمع أعطونا فضايح أعطونا موقف محرج أعطونا موقف يعني أي حاجة يا راجل يعني كلكم بس تعزول سعد فكنا من الفضائح يعني خلي اليوم لا لا شوف هو في فضائح بس ما تحضرني حاليا يعني لازم اليوم ما تنقال على الهواء يعني ما ينفع تنقال هذه اللي بيها لا شوف والله انا اقدر اقولها بس انه ايش اكون واضح معاه اليوم يعني مع الاعمال اللي قاعد تعرض في رمضان اليوم سعد لما أتمم 30 حلقة من أول عمل له تلفزيوني هذا تحدي كبير في ظل جائحة كورونا فيصل لا تطل دخلنا أي مخرج الآن رجل حصيف رجل حصيف عاقل واعي هذا لقاء ناس يحبون بعض أخوان نحن محتفين في سعد لكن خلي الناس يعرفون جانب آخر. طيب سعد
سعد من زمان يا زفعود. حلو. وعزيف عزيف. فلازم تجي ليلة كذا وتكي وتسمع النغم اللي يطلع صح. هذا واحد. أنا قاعد أحاول أدور لك حاجة يعني فضيحة. قاعد تحاول تدور فضيحة مو فضيحة. طيب فيصل براحتك. خلاص. إيه 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 براحتك فيصل شوف. بس ترى لك يوم عندي. لك يوم. أنت اللي يجي, لا مودي. يجي لك يوم يا فيصل يعني خلنا نطبع مباب. أنا ما ودي بكرة تستضيفني وبعدين هو. شوف عادي نسدد الفاتورة بدري ولا بعدين. لا بعدين في معالي المواطن أشوف لك قضية فساد شيء. يا ساتر يا ساتر لا 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 منعنا منعنا. منعنا من طيب فيصل شكرا لاتصالك حبيبي. سعيد العفو العفو شكرا جزيلا يعطيك العافية فيصل مداخل جميلة. عندي بريك بسألك بعد عن جوانب أخرى فنية فيك بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد ورحب بكم مع ضيفنا العزيز سعد عبد العزيز الفنان الواعد اللي خطف الأنظار في مسلسل هريم سعد عبد العزيز المفتوع اليوم. ورحب بكل من يشاهدنا على منصة شاهد وعلى ام بي سي ريديوز وعلى سباتنا في تويتر وايضا على وناسة ومن يشاهد ومن يسمعنا على ام بي سي اف ام. استقبل اتصالاتكم على 011-26-84-488 011-26-84-488 وانا كنت اتوقع واتمنى اني اسمع اتصالات من كباتن من سائقين السيارات. خلونا ضروري نبغى نسمعهم هل لمسهم العمل ولا لا يعني جماعة أوبر وكريم وأي شيء آخر. إعلان ما عاد تسوي هذا من وحي أوريم. كسائقين نبغى نسمعكم. شوف أنت على فكرة جلست مع كباتن صدق يعني. جلست عشان أبغى أجلس مع كباتن لا بس بس أكيد يعني قد قابلت مثلا خويك يشتغل في تطبيق توصيل طلعت أنت أكيد كذا اي فعندك اي فمع يعني في عندي بعض الافكار منها يعني بعض طيب. القصص انا ودي اسالك فيصل الاحمري قال علاقتك بالعود كعازف تغني انت تعلمت عود لحالك ولا دخلت معك؟ لا انا تعلمت يعني من نفسي تعلمت تعلمت لحالي. من فنانك المفضل؟ بنوره. تحب بنوره كثير جدا. طيب نغني شيء لبنوره. خوفتني ذي يوم قالت كذا. والله ما في بالي شيء الحين عادي تبغى من القديم والجديد. هذا تكيت لكم. وش تبغى وش نغني ساعدونا يا شباب من بادي الوقت تبي من بادي الوقت يلا. هذه حركة الفنانين. خل بالسماعة. من بادي الوقت هذا طبع الأيامي من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي عذبت الأيام ما تمدي لياليها تمدي لياليها حلوة الليالي توارى مثل الأحلامي مناسي الباقي. طيب أي شي غيرها؟ أنا ما أحب أغني والله ترى. حنا نحب. الله يسلمك. أغني إيش في شيء ثاني؟ يا غايبة إلا عن الخافق سلام ردي علي يا همسة العاشق سلام 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 هاتي وخذي مني ليالي بالعمر أقطف لك النجمة وأذوب لك أذوب لك قمر وألبسك ثوب النسيم وأعطر أيامك وأعطر أيامك زهر وأقول أحبك
أنا أحبك وافرش لك الدنيا حرير، ما هو على الغالي كثير، ما هو على الغالي كثير. الله 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 الله، سلامتكم. الله يسعد. ناخذ اتصالات. سلم صوتك. يلا ناخذ اتصالات. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم استاذ علي. عليكم السلام ورحمه الله. هلا وغلا، من معنا؟ امسي عليك وعلى ضيفك الرهيب سعد. يا حبيبي الله، وحاب اشكر سعد على مستواه في اول ظهور في التلفزيون. يا حبيبي الله يسعدك. ما تعرفنا عليك حبيبي. معك اخوك هاشم الشهري من الجبيل. ونعم يا هاشم، تفضل. وما عليكم زود، ان شاء الله كامل التوفيق والنجاح لكم. حبيت اسلم وهني سعد على مستواه. يا حبيبي، من توفيقه الى توفيقه، من نجاح الى نجاح باذن الله. شكرا هاشم. ناخذ اتصال. يعطيكم العافيه. اتصال. الو هلا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا، معنا في خربشه. السلام عليكم، معكم وضحى حمود. مين؟ وضحى حمود. هلا يا وضحى، بس اسمعينا من التليفون احسن، لانه من التليفون. والله يا اخوي. طيب تفضل يا وضحى. حابب بس اسال الاخ سعد، يعني كيف وصل للاعلام؟ كيف وصل؟ انا سمعت صوت والدته ما شاء الله، الله يحفظها. حسيت ان هو والدته يشبهون اولادي، يعني انا وهم، فحتى هنا عندنا رساله ودنا نوصلها انا واولادي زي ما هو والدته ساعده ووصلوا الرساله اللي عندهم. او عندك اولاد موهوبين واضحه؟ اي ما شاء الله، الله يحفظ عيالك وعيال المسلمين يا رب. ايوه عندي اولاد موهوبين طبعا، كل شيء عندهم، تمثيل ويسووا اشياء ويسووا اطباق في البيت. لا هو واضح، الحياه اليوم الحمد لله صارت اسهل. زمان كان مشوار الموهوب صعب، اليوم عندك ما شاء الله اذا ادرتيهم بشكل زين، مثلا على انستغرام ولا على سناب شات ولا يوتيوب، وقدموا مشاهد وحبوهم الناس، هذه بدايه الطريق ان شاء الله. هذا الكلام، بس انا ودي يكون يعني دعم، يعني ودي اني اوصل للدعم قوي يعني. لا هو يشوفونهم الناس يعني. سعد ترى جلس، اي بس ترى سعد جلس يصافق ويخبط في الجدران كم، اربع سنوات اي تقريبا. فلا انت سعد بيقول لك بعد نصيحه واضحه، واللي قلت لك انا بعد. ناخذ اتصال اخر. الو الو، اي هلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، معك وليد سويلم. ونعم يا وليد، هلا وسهلا. اول شيء كل برنامج لابد نثني على قامه اعلاميه مثل قامتك يا استاذ علي. الله يسلمك يا وليد، صراحه كلنا فخر في قامه سعوديه مثلك. انت راس المال يا حبيب وليد، ما يحتاج. يا حبيب قلبي. الحاجه الثانيه على الممثل العظيم سعد عبد العزيز. الله يسعدك يا حبيبي، الله يسعدك. سعد عبد العزيز من الناس اللي نفخر فيهم. صحيح احنا بكل محل ممكن تلقى احد ينتقده، تلقى احد ثاني ما ينتقده، لكن مثل سعد اثنين، انا واخوي بالبيت، واحد يعجب عمل سعد والثاني ما يعجب عمل سعد، لكن حنا نفخر فيه جدا، فخوري بهذا. الله يسعدك يا حبيبي. أطلب منه طلب بس، حاجة بسيطة. آمر يا وليد، تفضل. في أغنية هندية يغنيها دائما وتعجبني بصوتها. أبغى يغني. إن شاء الله. إذا جبت العود المرة الجاية. لا لا لا، بخلي يغني ولا يهم. نبغى عدم تحشر لي. لا لا، بنشبل يا وليد، ولا يهمك، طلبك غالي. شكرا 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 لك. طيب اول شيء واضحه عندها عيال موهوبين وتحمست، يعني تفاعلت من سمعت صوت الوالده. ايش تنصحها سريعا يعني؟ ما اعرف، يعني اتوقع وزاره الثقافه فتحت برنامج الابتعاث. ما ادري، صحح لي اذا انا صحيح. كل الفنون. نعم. يا الكل الفنون، فممكن تتواصل مع الوزاره، ما اعرف يعني، ممكن يكون. طيب. هذا شيء كويس. وليد يقول الاغنيه الهنديه اللي دايم تغنيها. والله ماني حافظها. اقسم بالله. وش اسمها يا شباب؟ والله ماني حافظها. ايوه والله ماني حافظها. لا ما بخليك، والله العظيم انا ذاك اليوم جايب العود. انا جايب العود. خليك من العود الحالة، يلا. ما الحين وليد سوير، والله العظيم اسف يا وليد. وليد يدافع عنك في البيت، واخوي يحشك عشان وليد يرضيك. والله ماني حافظها، والله ماني حافظها. لو شوي منها. انا بس اقول اللحن حقه، انا عارف العزف حقها. طيب اوكي، بس ماني حافظ الكلمات. طيب شوي، فخلي الهنود يغنون معاي، هم اللي حافظين. طيب انا ماني حافظ حاجه بسيطه، والله ماني حافظها يا علي اقسم بالله نهائيا. كيوكي تم هي هو، بس هذه الجمله اللي انا حافظها. كيف اللحن؟ كيوكي تم هي هو، اب تم هي هو، زندقي اب تم. والله حافظ.
تعال غنها. لا مبسوط مبسوط. لا ماني زعلان. لا شكرا مصعب ساعتي. والله مصعب انا ما ادري انت هندي ولا من افريقيا ولا ما اعرف يعني في بس هذا تنوع ايجابي. التنوع ايجابي. طيب دمج الحضارة. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، من معنا؟ تفضل. الو الو، وين راح الاتصال؟ الو. طيب ناخذ اتصال ثاني. وعلى الاستاذ سعد. هلا وغلا، من معنا؟ عبد المجيد ابو سمين. هلا يا عبد المجيد، تفضل. حياك الله. سمعنا من التلفون يا عبد المجيد يا حبيبنا. اي من التلفون اسمعك، الله يحييك. تفضل. حبيت اوجه نصيحه على اخوي سعد بحكم اني انا شاعر. حبيبي. اي تفضل. سم. وحبيت اقول له صراحه ابدعت، لكن لك نصيحة ثنتين. النصيحة الأولى، ما دمت فنان لا تتأثر بأي فنان من يكون. اتبع طريقك، غن بصوتك وبأداء. طيب النصيحة الثانية. والنصيحة الثانية، إذا بتستمر في الفن كممثل خذ آراء واقتراحات اللي هم أكبر منك في الفن، ولا تتأثر بأحد، وبرضو امسك طريقك، ولا انت مبدع والله. يا حبيبي الله يسعدك. شكرا يا عبد المجيد. شكرا يا عبد المجيد، الله يسعدك. شكرا لاتصالك الجميل. ناخذ اتصال ايضا. الو الو الو، هلا وسهلا، من معنا؟ العنود. هلا يا العنود، تفضلي. اول شيء حابه امسك عليكم وعلى ضيفك العزيز سعد الجميل. الله يسلمك. الله يسلمك ومبارك عليكم الأواخر. الله يبارك فيك. ونحن فخورين جدا بهذا الممثل الناجح. الله يسعدك. أي عنود صوتي قطع، وش عندك أسئلة عنود؟ والله وإحنا نبغى صوتي قطع يا عنود، شكل الشبكة ورسال ما. طيب ناخذ. أي أقول إحنا. أي. إحنا داعمين له دايم، وهو ما شاء الله مشرفنا دايم، و. فخورين فيه جدا. الله. عنود كم عمرك؟ 18. وش عجبك في العمل؟ كل شيء ما شاء الله متكامل. طيب شكرا. والبطل حقهم سعد كلهم. شكرا. تسلمين. في سؤال يا عنود شيء ولا بس دعم؟ هو الدعم. طيب شكرا. شكرا نعم. شكرا لكم. شكرا لك على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. ألو. هلا مرحبتين، هلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معك لما. هلا يا لما، تفضلي. إذا ممكن أبغى أكلم سعد. يسمعك سعد. أهلا سعد. أهلا وسهلا. هلا مرحبا. ارفع راسك. أبغى أقول لك حاجة، أنا عائلتي مرة مرة نحبك. الله يسلمك، شكرا جزيلا. الله يسلمك. مرة نحبك والله العظيم، متابعة لأعمالك. شكرا. شكرا لك. شكرا شكرا. طيب شكرا يا لما، شكرا لك. ناخذ اتصال. الو. اي هلا وسهلا، من معنا؟ اسعد الله مساكم. عبد العزيز سعد. هلا معك عبد العزيز سعد. هلا يا عبد العزيز. وش سويت فينا يا سعد؟ لامست القلب المفتوح، احنا كباتن في كريم والله. الله، نبغى نسمعك، نبغى نسمع معاناتك. الله يسعد يا شيخ، بس ان الطبق تقريبا من 65 ل 70% من اللي نعانيه. اي لكن ما مر عليك اللي ينزل عمارة ويخرج مع الباب الثاني؟ هذه مرت عليك عبد العزيز؟ مر علي والله، جلدني في الشارع ساعة ولا الرجال خرج من باب ثاني. لا حول. طيب وعبد العزيز، أنت لما شفت العمل، القصص اللي سمعتها فعلا تشبهكم؟ تقريبا يعني بنسبة 65 إلى 70% يعني تمر علينا، لكن للأمانة يعني ما ناس أكفاء الأشخاص اللي يركبون، ناس محترمين. يعني تحصل المشاكل في كل حاجة، تحصل مشكلة، لكن للأمانة يعني لا شيء من الواقع. الله يعطيه العافية. الله يعافيك. شكرا يا عبد العزيز، اتصال غالي عندي أنا والله، ودي أسمعكم كلكم. سلامت يا حبيبي. الله يحفظك. شكرا يا عبد العزيز. طيب في اتصالات واجد صراحة سعد، أنا يعني هنيك يا حبيبي. هذا ترى مؤشر حلو جدا. الحمد لله. ناخذ اتصال. ألو. الو. هلا وغلا، تفضل. كيفك اخ علي؟ بخير الله يسلمك، من معنا؟ معك زايد حسين اخوي. هلا يا زايد، هلا وسهلا.
ممكن أكلم الأخ سعد؟ يسمعك أنت. هلا يا حبيبي تفضل. حبيبي سعد أنا من المتابعين لك وأتمنى لك النجاح والتوفيق يا رب. الله يسعدك. بس عندي ملاحظة بس يا أخ سعد. قول. يا ليت تحفظ بس الأغاني. أي أغاني؟ هو ما يحفظ الأغاني ليه؟ عشان من بادي الوقت زعلت إنه ما حفظها. لا بالصوت وما شاء الله تبارك الله. خلاص ركز على الصوت كلنا ننسى بعدين ترى فاجأنا حنا. خمان على العموم أنا توفى العموم أنا أتمنى لك بس النجاح. يا حبيبي الله يسعدك. الله يخليك. شكرا يا زايد. شكرا. ناخذ اتصال. ألو 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 هلا وسهلا. ألو أسمعك تفضل. ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف طيبين؟ خير الله يحفظك. عبد العزيز العتيبي كيف حالك؟ ونعم يا عبد العزيز تفضل. أنا أشكر سعد صراحة. سعد كيف حالك؟ هلا يا حبيبي كيف حالك؟ بارك عليك. على فكرة تراك أنت جالك تسمع على فكرة تراك كلتني في المسلسل. أنا أخوك عبد العتيبي اللي سوى دور القصف الفعلي. فصراحة أنت اللي سوى دور ايش؟ اللي سوى دور ايش؟ القسم 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 القسم. اوكي. اي نعم يا حبيبي. كنت من اوائل الكبات اللي اشتغلوا في اوبر وكريم. اوكي. صراحه قدمت تحفه لنا وطلعت مشاكل ناس ولقطات جميله وكيف ان الكابتن يعاني من بعض العملاء سواء له دخل ولا ما له دخل في الحياه. طيب صراحة عبد العزيز في, في 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 شيء من القصص اللي شفتها فعلا صارت معك؟ يا رجل جاب لك 10% فعلي فعلي ترى. يعني اعطيك واحده من القصص. اي مره ركبت معي واحده زين. اي قالت ودني وزاره العدل. قلت ايش تبغين؟ قالت بطل لك. وبعدين اقسم رحت وزاره العدل وخطا المفروض اروح الانكح. اي عرفت. وبعدين والله تبهدلت ولا قيمه الرحله ابغى العافيه خلاص. كنا نواجه ناس صراحة مسلسل جبار فاكر. الله يسعدك يا حبيبي. سعد أبدع أبدع صراحة. نعم. أنا أقول باسم باسم كباتن المملكة ترى كوني أحد الأوائل في السعودية قبل 6-7 سنوات ما شاء الله فعليا قدم شيء عظيم شيء رهيب مسلسل رائع يا حبيبي. فأنا ما عندي أسئلة فقط وشكر واتصالك عندنا بالدنيا يا عبد العزيز. عساك مستمر أنت الحين ولا تركتهم؟ لا أنا صرت مستشار في أحد الشركات هذه أصلاً. ممتاز. ما شاء الله. من الزمن. الله يوفقك. اللي أنا أقوله نيابة عن كبات المملكة صراحة وأنا نوب عنهم. المسلسل كان رائع كان يحكي تجارب فعلية. الكابتن كان يحارب عشان تقييمه يرتفع. يجي عميل كذا بدون سبب يقيم تقييم سيء يكسر الباب والكابتن يرجع بيت زعلان. فكانت فعلاً مواقف ترى فعلية وكانت مواقف وإن كانت كوميدية هي فعلاً هذا الواقع ترى. نعم. فسعد أبدعت والله صراحة يا حبيبي. ألف شكر الله يسعدك. شكرا لك إن شاء الله. شكرا لك على كلامك اللطيف. شكرا لك عبد العزيز العتيبي على هذه الروح الإيجابية اللي بثيتها. على فكرة من هذا الاتصال في شغلتين مهمة. أول هذا من أوائل الناس اللي عمل. إيه ما شاء الله. شكرا لاتصاله وعمل منذ البدايات والحين هو من كثر يعني ما صار مستشار في الشركات فبالتالي لا يعتقدون الناس اللي يعملون انه ما فيها تدرج ما فيها إيه لا لا هذه اشاره مهمه. الشغله الثانيه والاهم ان عبد العزيز قال فعلا لامستهم. يعني لمست شريحه مهمه جدا اليوم ترى هذه الشريحه اللي انت لمستها هي الترند. يعني ف الحمد لله شيء رائع. ناخذ ايضا اتصال اخير تقريبا وقتنا مر بشكل سريع معك. الو هلا وسهلا من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معك عبد الرحمن. هلا يا عبد الرحمن تفضل. يا الحال حبيت امسيكم بالخير وهني اخوي سعد على مسلسل هذا وريم صراحه يسلم. بطل يا حبيبي. شكرا لك. تسلم. اي والله وبرنامجكم صراحه روعه يا حبيبي. والله هنينا وهنيكم ويعود علينا عليكم بالصحه العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. تسلم يا عبد الرحمن. ناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. تراك اخر اتصال من معنا؟ معك سيد الشهراني. يعطيك العافيه اخوي علي. هلا يا سعيد. نعم فيك تفضل. حبيت امسي عليك وامسي على الاخ سعد بن عبد العزيز يا حبيبي. وحبيت اقول له ان يعني يستمر على ما هو عليه. طبعا الانتقادات دائما تخلي الشخص يتحطم.
لكن أتمنى أنه يستمر، وبالعكس المسلسل حقه كان من أفضل المسلسلات. شكرا لك يا حبيبي. تسلم. الله يسعدك. الواحد دائما في البداية لازم يكون له دفعة شوية يعني. نعم. أتمنى المشاهدين أو المتصلين أنهم يعطونا دفعة للشخص. نعم. وأتمنى التوفيق إن شاء الله. شكرا. الله يسعدك. شكرا يا حبيبي. سعيد الشهراني. بسعيد الشهراني نختم حلقاتنا، وقتنا انتهى مرة سريعا. أنا أشكرك شكر والأعماق يا حبيبي. أتمنى لك التوفيق. شكرا على الاستضافة، ومر الوقت مر بسرعة. الله يسعدك بوجودك، احنا نفخر فيك، وكلنا امل ان بالمستقبل. شكرا لوالدتك على يعني دورها في حياتك وعلى اتصالها الجميل، وكل زملائك كل اللي يحبونك. انا اشكر كل من تابعنا صوتا وصورة، واشكر مدير التحليل مصعب المرضي، فريق السوشيال ميديا عبد العزيز السعيد ابو بكر الانصاري، فريق الاعداد احمد الشهري وسحر ابو منصور، هندسة الصوتية يوسف اليوسف، برودكشن محمد العسيري، التكنيكال أحمد عبد الله، ومسؤول العلاقات العامة والتنسيق زيد السحيباني، ومدير البرامج في MBCFM ياسر الشمراني. ألقاكم دائما كل عام وانتم بخير. راح نختم بأغنيتك، في أمان الله. في أمان الله. تعرف أماني أنا وكل شيء أهواه ما يسوى العنى، أشيائي اللي أحبها وبعدها مقوى، وبويا شايف حلمي ما يسوى، يقولي لي مستقبلك مكانتك ما بين كل الناس العباد.